يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الفل على كلكم. في الحقيقة يعني لما بنتكلم عن وجود مصر يعني في بؤرة المعارض الدولية الحديث فيها ما بيأتيش من فراغ، وخصوصا لما يبقى في معرض متخصص في السلاح أو التسليح ويبقى فيه اهتمام دولي واقليمي عليه. احنا النهارده بنتكلم عن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكريه ايدكس 2023 اللي افتتح امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في نسخته الثالثه. المعرض ده هيستمر لغايه يوم 7 ديسمبر. المعرض ده بيعد واحد من اهم المعارض المتخصصه في مجال التسليح، بيشارك فيه عدد كبير من كبار العارضين والشركات العالميه في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية. بنتكلم عن شركات طيران، بنتكلم عن شركات بتعمل مدرعات، بنتكلم عن شركات بتعمل أسلحة خفيفة وثقيلة، بنتكلم حوالي 400 عارض من جميع أنحاء العالم بيقدموا أحدث التقنيات في مجالات الدفاع ومجالات التسليح. الحقيقة إنه يعني معرض إيدكس 2023 هو الحدث الدفاعي والأمني الوحيد اللي بيغطي منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والحقيقة كمان بيعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العالمية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية. عشان كده هذا المعرض استقبل وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة. في الحقيقة أيضا أن المعرض ده يعني بيعد رسالة أن مصر قوية وأن مصر قادرة وأن مصر عندها شركات بتنتج السلاح بتنوع شديد، وان في عدد من الناس اللي بتيجي داخل مصر او داخل هذا المعرض علشان تشوف جميع انواع التسليح او جميع انواع المدرعات اللي عملتها مصر او انظمه التسليح الخفيف او الثقيل اللي عملته مصر. معرض ايدكس اصبح واحد من اهم المعارض العالميه المتخصصه في مجال او مجالات الدفاعات العسكريه. بنتكلم عن تغطيه إعلامية كبيرة جدا بتغطي هذا المعرض، شفناها امبارح يمكن مواقع كتير جدا عالمية اهتمت بوجود هذا المعرض. بنتكلم عن كبرى الشركات العالمية اللي شاركت في هذا المعرض عشان تعرض منتجاتها العسكرية والدفاعية، وعلشان أيضا تتعرف أو يبقى في نوع من أنواع تبادل الخبرات في مجالات الخاصة بالتقنيات الخاصة بمجالات التسليح. أيضا المعرض بيبرز القدرات التصنيعية في المجالات الدفاعية والعسكرية المتطورة في مصر، ويمكن امبارح كمان في افتتاح المعرض شفنا تدشين الفرقاطة الجبار من طراز ميكو اي 200 واللي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيدي مصرية 100%. ده طبعا بجانب كمان راجمة الصواريخ المصرية رعد 200 واللي ظهرت لأول مرة في فعاليات المعرض. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا هالة الحملاوي علشان نتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. دلوقتي هنبدأ معاكم الجولة المرورية سريعا كده، هنبدأ مع حضراتكم جولة مرورية هنبص فيها على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. طبعا بنبدأ جولتنا المرورية من محافظة القاهرة وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي ان في سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي ان في كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. طيب لو رحنا كوبري اكتوبر هنلاقي ان هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، وهنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي هناك في سيولة مرورية. كمان في كثافات اخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري اكتوبر، ونفس الكلام للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. هنروح محافظة الجيزة وهنبدأ من الطريق الدائري، في هناك بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات. كمان تكونت بعض الكثافات المرورية في محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان في اتجاه مدينة 6 أكتوبر. شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية. أما لو روحنا شارع ترسة هنلاقي إن في بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق الشارع
أو تحديداً شارع الهرم في الاتجاهين. كمان بتظهر بعض الكثافات التانية المتحركة في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ولو روحنا شارع فيصل فنلاقي إن في كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءاً من محطة المريوطية والحد الطلبية. بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولاً لمنطقة الدقي ولغاية ميدان الجلاء. وهنروح دلوقتي لمحافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اما اللي جاي من الزراعي فبتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن اصبحت اقل من المعتاد. الاتجاه التاني بيشهد كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات طبعا لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. وهنكمل جولتنا المرورية ونروح لمحافظة بورسعيد. هنلاقي هناك في سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهورية في هناك كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة صباحية هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لأمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال وسط سيناء، تمتد لتكون خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30، أقل درجة حرارة في السلوم 20 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معكم أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية والتأكيد على أنه الوجبات بتتوفر فيها كل العناصر الغذائية المتكاملة اللي بيحتاجها الطلاب في يومهم الدراسي. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم. كلف رئيس الوزراء بسرعة طرح المدارس الجاهزة واللي عددها 10 مدارس على المستثمرين من القطاع الخاص. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أدكس 2023 في دورته الثالثة، واللي هيستمر لحد يوم 7 ديسمبر بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وده بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتفقد الرئيس عدد من أجنحة المعرض مع التقاط صورة تذكارية مع المشاركين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة اللي بتحظى بيها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية، وقال إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة اللي بيحتاجها الطلاب، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة وأصبح ليها عمل مؤسسي، وهناك توجيهات رئاسية بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم،
وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح المدارس الجاهزة اللي بيبلغ عددها 10 مدارس على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية لتطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية الريتز كارلتون بالم هيلز في منطقة غرب القاهرة. وعلى هامش التوقيع قال الدكتور مدبولي إن الدولة المصرية بتولي اهتمام كبير للاستثمار في القطاع السياحي، لا سيما في منطقة غرب القاهرة اللي بتقع بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير اللي بنستعد لافتتاحه، كما أن هذه المنطقة بتشهد تطوير غير مسبوق فيما يتعلق بالبنية التحتية بما فيها الطرق والمحاور ومطار سفينكس الدولي. بالنسبة لأخبار المحافظات، امبارح تم الإعلان عن فتح حوالي 16,000 ملف طبي استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة دمياط. أما في الغربية فقد تم توزيع ملابس جديدة على 425 أسرة في قرى مدينة قطور. كمان في اسكندرية مديرية الزراعة قالت أنها بتستهدف زراعة 48,628 فدان من محصول القمح السنة دي. أما في كفر الشيخ فتم تحصين 180,000 رأس ماشية من الحمى القلعية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في دمياط أعلنت مديرية الصحة أنه تم تدشين حملة ملف طبي لكل أسرة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية استعداداً للتأمين الصحي الشامل في المحافظة، وتم إنشاء 16,634 ملف عائلي لعدد 16,634 أسرة، وده من خلال الفرق الطبية بالوحدات والمراكز والفرق المتنقلة. في الغربية شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً على 425 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى العتوة البحرية والعتوة القبلية وعزبة بهجات وإبشواي الملء بمركز قطور، وتم تنظيم المعرض لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم. في قنا شهدت الوحدة المحلية بمركز مدينة دشنة تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة بعد رفع كفائتها ضمن خطة الدولة لتطوير المدن والشوارع لتكون نظيفة وتيسيراً للحركة المرورية أمام المواطنين. في شمال سيناء كثفت مديرية الأوقاف أنشطتها الدعوية بالإدارات الفرعية ضمن مشاركتها في مسابقة أفضل أداء دعوي للمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف، وتم تنفيذ 50 أسبوع دعوي ثقافي في المساجد الكبرى بمدن المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة. في الإسكندرية أعلنت مديرية الزراعة أن المستهدف من زراعة القمح هذا العام هو 48,628 فدان، وده في إطار حرص الدولة على سهولة إجراءات التوريد وتشجيع المزارعين، بالإضافة للمتابعة المستمرة مع المزارعين، حيث أن لكل محافظة أصناف من القمح تعطي إنتاجية وفيرة وفق طبيعة المناخ. وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فيوجد صنف سخا 95 وجيزة 171 ومصر 3، وهي أصناف مقاومة للآفات وأعطت وفرة إنتاجية وحبة كبيرة. في كفر الشيخ شهدت قرى ومدن المحافظة تحصين الماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع والحمى القلعية وترقيم الماشية، إضافة لتحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية. وتم تحصين 180,000 رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقرى والمراكز، إضافة لترقيم الماشية، وبتستمر الحملة لحين الانتهاء من تحصين 220,000 رأس ماشية. في الأليوبية أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية العمار بطوخ للمشاركة في مبادرة إنت الحياة اللي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة. بتضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات. في المنوفية أعلنت مديرية الزراعة أنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة، وتم الانتهاء من توزيع 8,235 طن نترات ويوريا بنطاق المحافظة. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الشؤون الصحية إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج ل 2064 مواطن بقرى ومدن البحر الأحمر من خلال 8 قوافل علاجية تابعة لمبادرة حياة كريمة،
وده لرفع الوعي الصحي للمواطنين وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة للكشف المبكر عن الأمراض مع إمكانية علاجها في أسرع وقت ممكن وتقديم كافة الخدمات العلاجية والأدوية بالمجان لمواطني المحافظة. الأكاديمية الوطنية للتدريب انتهت من 3 مراحل من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية خلال شهر نوفمبر اللي فات، وده كان في عدد من المحافظات ده اسكندرية، الفيوم، الشرقية، كمان الدقهلية، إنا، المنيا، سوهاج وأسيوط. البرنامج ده بيمثل فرصة مهمة جدا للمرأة المصرية من أجل صقل مهاراتها القيادية والإدارية ومن أجل اكتساب المعرفة والخبرات اللي بتؤهلها للمشاركة الفعالة في الحياة العامة. الأكاديمية الوطنية للتدريب أعلنت انتهاء فعاليات المراحل 3 والـ4 والـ5 من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية وقنا والمنيا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية. وقد تم لقاء المتدربات وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي لهن، وتلقت المتدربات خلال تلك الفترة مجموعة من المعارف المصممة على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين. ويستهدف البرنامج تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في إطار خطة الأكاديمية الاستراتيجية، ليجوب البرنامج كافة محافظات الجمهورية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت الأكاديمية أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية والإدارية واكتساب المعرفة والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفعالة في الحياة العامة. وخلال البرنامج تلقت المتدربات تدريباً مكثفاً على مجموعة من الموضوعات والمحاور، منها مهارات التواصل الفعال ومهارات الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير والتحديات الاقتصادية ومشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والسياسية وبناء الدولة وقيام الأمم والتوعية والتسويق وإدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات. شارك في البرنامج أكثر من 1200 سيدة من مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى العمل الحكومي أو الخاص. وفي الفترة الحالية تواصل الأكاديمية تقديم البرنامج في محافظات المرحلتين 6 والـ7 في البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية ومطروح والوادي الجديد. مشاهدينا، فقرتنا مستمرة مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر الحقيقة، في فقرات وموضوعات مختلفة ومتنوعة. بكل تأكيد متابعتنا مستمرة لأبرز أحداث التصعيد في قطاع غزة، وأيضا هيكون معانا رصد ومتابعة للعملية الانتخابية في مصر، لكن اسمحوا لنا نروح فاصل سريع نرجع نكمل مع حضراتكم. بنصب عليكم مرة تانية وخلينا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ونتابع أيضا أهم الماتشات اللي هتتلعب في إطار الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وده بداية من اليوم وحتى 31 ديسمبر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. النهاردة هينطلق معرض على شانك يا فلسطين للتضامن مع أهل غزة في منطقة الشيخ زايد بمشاركة 69 فنان، المعرض من تنظيم قاعة سفر خان للفنون ونقابة الفنانين التشكيليين وغيرها من المؤسسات. لعشاء الكرة المصرية النهاردة موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 8 من عمر مسابقة الدوري المصري دوري نايل، يلتقي بلدية المحلة مع طلائع الجيش في تمام الساعة 4 عصراً. الساعة 7 هيلتقي سيراميكا مع إمبي، في نفس التوقيت هيلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي.
لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة. هيلتقي ولفرهامبتون مع بيرنلي في تمام الساعة 9:30، والساعة 10:15 هيلتقي أرسنال مع لوتون تاون. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في كمان النهاردة شبورة صباحية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لأمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء، بتمتد لمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن وإحنا بنكلم حضرتك دلوقتي في شبورة مائية صباحية كثيفة على بعض المناطق، قوللنا فين المناطق اللي فيها الشبورة وهتبدأ تختفي إمتى، وكمان إذا كان في فرص لسقوط أمطار النهاردة؟ بالفعل طبعا طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، نوهنا عن الشبوره المائيه اللي هتوصل لحد الضباب. يمكن اليوم الشبوره المائيه مغطيه معظم الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، ايضا محافظات شمال الصعيد، مدن القناه وسط سيناء. الطرق المؤديه للمناطق دي كلها مغطيه بشكل كبير بالشبوره المائيه اللي مؤديه لانخفاض رؤيه افقيه بيوصل لاقل من 1000 متر. يعني في بعض المناطق الرؤيه الافقيه انخفضت فيها ل 200 متر و 300 متر، يمكن انعدمت الرؤيه الافقيه في بعض الاماكن. الشبوره المائيه الكثيفه بيبقى بعد تكوينها بيكون في ساعات الليل المتاخر اللي هي الساعه تقريبا الساعه 2-3 الفجر، وبتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس. يمكن دي بتكمل معانا كمان لساعه 9:10 صباحا على ما اشعه الشمس بتبدا تطلع، تبدا الشبوره المائيه تدريجي في التلاشي. فلازم كل قائدي مركبات مسافرين على الطرق دلوقتي لازم تكون القياده بهدوء تام، نتبع كافه المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، رؤيه منعدمه تماما على الطريق، يبقى نركب جانب الطريق حتى تحسن الرؤيه الافقيه، لان الشبوره المائيه او الضباب من اخطر الظواهر الجويه اللي ممكن تاثر علينا دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه. احنا بالفعل اليوم بنتاثر باستقرار في الاحوال الجويه، درجات حراره يمكن هتنخفض وتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى هتكون 24 درجه مئويه، ده طبعا بانخفاض درجتين عن امس، فبالتالي هنحس بالاجواء الخريفيه اللطيفه تماما فترة النهار في المناطق الشمالية، معتدلة إلى حارة في المناطق الجنوبية اللي هي طبعا جنوب الصعيد وجنوب سيناء بفترات النهار. فترات الليل فور غياب أشعة الشمس هيكون طبعا كمان في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده هيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، متوقع مزيد من الإحساس من بالبرودة فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية، لأن الصغرى فترة الليل هتنخفض وتكون 15-14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد بتنخفض لأقل من 10 درجات، وكمان متوقع خلال الأيام المقبلة يكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل. يعني احنا مع نهاية الأسبوع ده هيكون كبرى 21 درجة مئوية فترة النهار، 13 درجة مئوية خلال فترات الليل. لازم ناخد بالنا كمان من انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان اليوم في فرص لسقوط الامطار، وفي بعض المحافظات هيكون عليها تاثير امطار بشكل كبير، لان متوقع اليوم امطار متوسطه على المناطق الموجوده في جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الاحمر، بعض المناطق كمان من خليج العقبه. الطبيعه الجغرافيه في المناطق دي ممكن تؤدي لتشكل السيول نتيجه سقوط الامطار المتوسطه، طبعا امطار متوسطه ورعديه، تمتد الامطار كمان خفيفه متوسطه لشمال وسط سيناء وبعض الاماكن من جنوب الصعيد، وامطار خفيفه على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، لكن الامطار في المناطق الساحليه او في المناطق اللي موجوده في جنوب الصعيد مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه المهمه جدا هي الموجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر ومحافظات جنوب سيناء، او المناطق الموجوده في شرم الشيخ، دهب، طابه، سانت كاترين. المناطق دي كلها الطرق المؤديه من والى المناطق دي لازم ناخد بالنا بشكل كبير بسبب تكون السيول. طبعا احنا الامطار دي فرصتها هتقل بكره ان شاء الله، فتبدا تاني الاحوال الجويه ان شاء الله.
الاماكن إن شاء وهيكون الله. في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه خلال الايام المقبله باذن الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. طبعا بنتمنى السلامه لكل السائقين. نخلي بالنا في حاليا شبوره كثيفه على معظم الطرق. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره درجه الحراره العظمى 23 والصغرى 15، وفي العاصمه الاداريه 23 14، الاسكندريه 23 14 ايضا، والعلمين الجديده ايضا 23 14، مطروح 21 11، ودمياط 22 15، بورسعيد 23 17، والاسماعيليه 25 17. اما في السويس العظمى هتكون 24 والصغرى 15، والعريش 24 13، كاترين 22 5، وطوبه 26 15، حلايب 26 22، شلاتين 27 23، شرم الشيخ 27 19، والغردقة 27 18، في الفيوم 24 13، وبني سويف 24 12. أما في الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 10، أسيوط 24 11، سوهاج 25 14، وإنا 26 15، الأقصر 28 14، وأسوان 30 15. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لجمانة ومصطفى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هلا. شكرا. مشاهدينا، الحضارة المصرية القديمة لسه بتبهر العالم اللي بينتظر وبيترقب افتتاح المتحف المصري الكبير. وتمهيدا لهذا الافتتاح، بدأ المتحف في استقبال الزوار والسائحين عشان يشهدوا العروض التفاعلية ويزوروا كمان الدرج العظيم اللي بيضم مجموعة من أهم وأضخم القطع الأثرية المصرية. افتتاح هذا الدرج تم في إطار التشغيل التجريبي اللي بيمثل خطوة هامة جدا نحو طريق الافتتاح الرسمي الكبير للمتحف واللي بينتظره العالم بأكمله. خلينا نتعرف على تفاصيل هذا الأمر من الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير. صباح الخير دكتور عيسى. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير يا استاذ جمانة. صباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني اتساقا مع الامر ده، ابرز التفاصيل المتعلقه بالدرج العظيم اللي تم افتتاحه في المتحف، ايه هو هذا الدرج وايه اهميته بالنسبه للمتحف، وايه هي اهم المناطق بشكل عام المفتوحه للزياره حاليا داخل اطار المتحف؟ هو حضرتك احنا الدرج العظيم ده هو احدى قاعات العرض اللي بيتميز ويتفرد بها المتحف المصري الكبير عن اي متحف في العالم كله. بيتعرض عليه مجموعه من افضل واضخم القطع الاثريه اللي بتجسد روائع الفن في الحضاره المصريه القديمه، تبدا من عصر الدوله القديمه، عصر الدوله الوسطى، الدوله الحديثه، العصر اليوناني الروماني. وطبعا الدرج العظيم بيتكلم على قصه وسيناريو في الحضاره المصريه القديمه من افضل الروائع الفن، بيتكلم على موضوعات رئيسيه، اربع موضوعات بيتم فيهم عرض مجموعه متميزه من تماثيل الملوك زي الهيئه الملكيه، ازاي الملك كان بيتم تصويره في العصور القديمه، واهم هذه المجموعه تمثال للملك سيتي الاول، تمثال للملك سونسيرت، تمثال للملك حتشبسوت، تمثال للملك امنحوتب الثلاثه. بعد كده ما بتطلع حضرتك من على الدرج بتقابل موضوع ثاني في غايه الاهميه، وهي الدور المقدسه او اماكن العباده عند المصري القديم. عارف ان تشييد المعابد كان على اهميه واهتمام المصري القديم، وكان بيقع على عاتق الملك اللي كان بيحكم في الفتره ديت. واحنا من خلال هذا الموضوع بنعرض مجموعه جدا متميزه من الاعمده اللي مصنوعه من الجرانيت للملك مثلا صحراء في عصر الدوله القديمه، بنتكلم على تمثالين للملك امنمحات، بنتكلم على عتب للملك سوبك حتب، بنتكلم ايضا في موضوع ثالث وهو موضوع الملك وعلاقته بالالهه، الملك ازاي كان بيحكم ازاي وكانت علاقته الوطيده بالالهه ازاي، وده بنعرض مجموعه من التماثيل الضخمه جدا زي تمثال للمعبود بتاح، زي تمثال للملك رمسيس وسخمه من الجرانيت الوردي، قطع الاثار الثقيله دي بيصل وزن القطع منها الى ما يقرب من 25 و30 طن. بتنتقل بعد كده حضرتك في موضوع رابع على الدرج العظيم اللي هي الحياه الابديه عند المصري القديم، ودي معروض مجموعه من التوابيت المتميزه جدا زي تابوت الملك تحتمس، تابوت للامير خوف وجدف. وحضرتك بقى بينتهي المنظر ببانوراما عرض رائعه جدا، بتلاقي الاهرامات وكانها معروضه في باترينه عرض من خلف الواح زجاجيه،
ده هذا هو الدرج العظيم باختصار، وهو إن شاء الله إضافة كبيرة جدا جدا للسياحة في مصر بإذن الله. بكل تأكيد يا فندم، يمكن إحنا كمان بنتابع مع السادة المشاهدين دلوقتي على الشاشة يعني بعض المشاهد من عرض الدرج العظيم، بس خليني أعرف من حضرتك يا فندم الأساليب المستخدمة في هذا العرض، وأيضا السرد، هل في لغات مختلفة بيتم من خلالها سرد كل هذه القصص العظيمة، ولا إيه اللي بيحصل؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلتي، احنا طبعا احدث اساليب العرض المتحفي موجوده في المتحف المصري الكبير، سواء في الدرج العظيم، في قاعات العرض الرئيسيه، قاعتين الملك توت عنخ امون، في طبعا لغات شرح، يعني لو حضرتك جايه بمفردك او مش محتاجه مرشد معاكي، ممكن تقري الليبلز اللي هو موجود لكل قطعه اثريه، ما هي القطعه الاثريه، جايه منين، هو ايه، هو الملك اللي هو موجود ده اسمه ايه، موجود ايه على الليبل، مكتوب بثلاث لغات، اللغه الانجليزيه واللغه العربيه واللغه اليابانيه. فده كل المتحف حضرتك بتقول لو مش محتاجه مرشد معاكي، المرشدين لذوي الاحتياجات. طيب دكتور عيسى، ثانيه واحده، في مصاعد كهربائيه، في سلالم متحركه، اللي عاوز يتجول على الدرج بمفرده يتجول، فكل شيء مدروس ومحسوب في المتحف المصري الكبير. هي حضرتك بتقول لو مش محتاجين مرشد، في مرشدين سياحيين موجودين، ولا بيتم من خلال ايباد او اي طريقه ثانيه؟ يعني في مرشد سياحي موجود ممكن يرافق الزوار؟ تمام، في بعض الافواج السياحيه بتيجي بالمرشد، في عندنا في المتحف شركه الاداره، شركه اللي هي بتدير المتحف، شركه ليجاسي احدى التحالف الدولي الحسن علام، شركه محترمه جدا، بيكون في مرشدين موجودين بيستقبلوا الزائرين، يعني بياخدوهم ويعرفوهم على التجربه السياحيه على الدرج العظيم، وده كله فور فري، ما فيهوش اي رسوم، ياخدوا السائح على الدرج العظيم ويشرحوا له ايه هو الدرج العظيم والقطع اللي موجوده على الدرج العظيم. طيب يعني بنسبه كم في الميه نقول المتحف فتح؟ يعني احنا فتحنا كم في الميه كده يا دكتور عيسى؟ مثلا احنا سيادتك الوقتي فتحنا المسله المعلقه، فتحنا البهو العظيم اللي فيه الملك رمسيس وعمود الملك ميرنبتاح وتمثال لملك وملكه من العصر البطلمي، وفتحنا الدرج العظيم. هو مش افتتاح بمعنى افتتاح، ولكن تجريبي. هو تشغيل تجريبي للتعرف لو في اي اضافات نقدر نقدمها افضل من اللي هي موجوده. يعني بنسبه كم في الميه بس اتساق، يعني نقدر نضيف على العرض المتحفي، نقدر نضيف على المكونات بتاعه المتحف. يعني احنا المتحف حضرتك انتهى بنسبه 100% اعمال هندسيه وتشطيبات. الاعمال الاثريه في الاماكن اللي قلت لحضرتك عليها سواء البهو او الدرج العظيم انتهت بنسبه 100% اثار وهندسه وبطاقات شرح، اضاءه، تحكم بيئي. قاعتي الملك توت عنخ امون انتهت بنسبه 99%، لم يتبقى سوى جزء بسيط جدا خارج المتحف اللي هو موجود في متحف التحرير، قطع بسيطه في حاله جيده هيتم نقلها تحت وقت صحيح مناسب عشان ما يحرمش السائح منها. عندنا قاعات العرض الرئيسيه ازيد من 93% تم الانتهاء من اعمال وضع الاثار سواء في الفترين او على البنفات. الحمد لله احنا ملتزمين بالجدول ان شاء الله، وهنخلص في الوقت المحدد باذن الله. بنشكرك يا دكتور عيسى. دكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الاثار في المتحف المصري الكبير، شكرا جزيلا لحضرتك. ننتقل لموضوع اخر، وهو الاحتلال الاسرائيلي اللي استهدف بشكل كبير جدا مخيم جباليا بالقصف الجوي علشان يتم تنفيذ عمليه توغل بري داخل هذا المخيم. بعد فشل الدخول البري من عدد من المحاور الأخرى. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معنا الهاتف اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. ويعني وإحنا بنتحدث عن استهداف كبير لمخيم جباليا وهو الوجهة البرية للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا مدخل جديد لغزة بعد تكثيف القصف الجوي والاستعداد للتوغل بريا، هل احنا يا فندم احنا بالفعل اعتقد بدأنا في المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ لو حضرتك تشرح لنا الوضع حاليا في قطاع غزة والتوغل جنوبا ايضا. صباح الخير عليكم على مشاهدينك الاعزاء. طبعا هو الهدف من اعلن نتنياهو كان اعلنه ان هو تدمير حماس او انتهاء مهنة تمام، وبالتالي هو بياخد الاجراءات اللي في غزه في الاماكن اللي بيوصلوا معلومه عن وجود التجمع لقاده حماس او مقاتله حماس او الرهائن. ان ما توصل له المعلومه يبدا يفتح في هذا المكان الجديد.
جباليا بيعتبر ان عنده معلومات ان ممكن يكون في جباليا بعض من الاسرى بتوعه او الاسرى بتوع حماس ومعاها من بعض الدنقاد، فيبدا يعمل الحصار لجباليا لما هو بدا فيها كده، ثم يبدا خطوه خطوه، وده تكتيك استخدمه جديد اللي هو طبعا انت عارفه ان اسرائيل ما كانتش تستحمل حرب مده طويله. صحيح. لكن هو لما النهارده لقى موضوع الانفاق والكلام ده فبدا يطول مده الحرب عشان يزود المتاعب لحماس، سواء من ناحيه الامداد او التموين او الكلام ده اللي موجود معاهم في المخابئ، تقل الحاجات دي خاصه في الذخائر والكلام ده، وبالتالي يبقى حكام الحصار بيساعده على ان هو يحقق المهمه اللي هو من اجلها ان يفك الاسرى ويقضي على مقاتلي حماس. وانا بقول بالنسبه لكلمه القضاء على حماس ده موضوع يعني صعب جدا وما يحصلش، لان حماس اصلا قبل ما تبقى مقاتلين فكر. صحيح. الفكر ده موجود عند ناس كتير عند الفلسطينيين، وبالتالي والاعتقاد ان بلدهم لا يمكن تتحرر او ترجع فلسطين الا بالتحرير بالقتال، نتيجه اللي شافوه من تعنت اسرائيل سواء في المبحثات اللي كانت بينهم في الحكم الذاتي او في الاعلان الدائم على وجود الدوله اليهوديه الخالصه، وبالتالي من هنا امالهم في ان هم ياخدوا حقهم بالسياسه ما بيقدروش يوصلوا له او مش موجود عند الاجيال دي، وبالتالي يبقى فكر الجهاد بتاع حماس منقول لكثير من الناس، وبالتالي القضاء على حماس ده وهم بالنسبه لنتنياهو. لكن هو اعتقد ان هو الهدف بتاعه هو القضاء على القدره القتاليه العسكريه بتاع حماس حاليا، لانه في خلال التسع سنين اللي فاتوا قدرتها القتاليه زادت تحديدها وتطويقها طوح. يعني صحيح بالظبط بالظبط كده صحيح. طيب ايوه ست اللواء، يعني خليني نركز على قصه جباليا لان ربما هي دي اللي بتمثل يعني ايه المحور العسكري. بنسبه قد ايه نقدر نقول ان الاحتلال الاسرائيلي فشل في المداخل الاخرى بريا لقطاع غزه ولجأ لهذا المحور بالتحديد؟ لا هو فشل في كله، بدليل ان هو النهارده ما حررش حد، لو كان حرر حد من الرهائن بتاعته كان نقول ان هو نجح، لكن هو ما فشل في هذا الموضوع. بس هو تقدم يعني واخد تقريبا حوالي جزء كبير من الشمال، يعني كلنا برضو علشان برضو نبقى يعني منصفين بريا. لا هو احنا ما بنقللش من قدرته ونجاحه على التوغل جوه غزه، وطبعا في البدايه كان معروف ان هو استحاله هيخش نتيجه المقابله هتكون شديده، لكن هو استطاع ان يخش بعد ما قطع في غزه عملها مناطق وبدا يقطع فيها ودخل في المحاور السهله اللي كان يدخل فيها مبتعدا عن المناطق السكانيه او المناطق المهدمه، لان هو التهديم الحجم التدمير اللي عمله غزه زود عليه العبء، لان النهارده كان المقاتل بتاع حماس هيطلع له يا من نفق يا من بيت. بالظبط. النهارده بيطلع له من ركام، ركام شوف قد ايه، فبالتالي بقى صعب عليه المهمه، وبالتالي هو النهارده ما بيروحش في مكان الا ما يكون متاكد من حجم المعلومه اللي هروح عليه. هو النهارده شايف ان جباليا وخان يونس هتبقى اكثر منطقتين هيبقى فيهم المقاتله حماس في الانتشار بتاعهم عن طريق الانفاق والكلام ده، وبالتالي بعتقد ان ما دام حماس بتنتشر الموضوع ده يبقى معها الرهائن برضه، وبالتالي هو الهدف بتاعه بيحاول يحققه يعني. طيب سياده اللواء، يعني خلينا نعرف من حضرتك نسبه التقدم البري لقوات الاحتلال الاسرائيلي يعني وصلت لكام تقريبا، وبرضه خلينا نعرف من حضرتك موقف المقاومه الفلسطينيه على الارض ان كان في الصمود او المواجهه العسكريه حتى الان. هو النهارده الصمود واضح ان الصمود للمقاومه الفلسطينيه عالي، بدليل ان هو لسه من لغايه دلوقتي بيضرب صواريخ من عنده، وبالتالي بقى في مناطق هو الاحتلال الاسرائيلي ما قدرش يوصل لها وما قدرش يوصل للمخابئ دي، لان في تبادل في اطلاق الصواريخ وبعدين في تبادل لاطلاق النار. واسرائيل النهارده كانت تعترف ان عندها في خلال الايام اللي فاتت حوالي 12 او 13 قتيل، وعملت حتى عملت جنازه للقائد بتاع الكتيبه 8200 اللي اخذ اسير ده ومات في القصر وما ضربوه على غزه، وبالتالي تاكدوا ان ده مات، عملوا له جنازه صمته وكلام زي كده. اذا هم جنازه رمزيه عارفين صحيح، عارفين ان هم بيخسروا الخسائر بتاعتهم كتيره، وان هو بيتحسس قبل ما يخش في المنطقه عشان ما يورطش نفسه. وطبعا كلمه الاجتياح البري اللي كنا بنسمع عنها انتهت، بقى دلوقتي الموضوع بيخش اجزاء عشان يقدر
يتحسس خطاب في موضوع المقاومه. صحيح. طيب سياده اللواء، لكل عمليه عسكريه اهداف واضحه، الهدف هو في البدايه يعني كان الحد من القدره القتاليه لحركه حماس، تطويقها، محاصره مقاتليها، ولكن تغيرت الاهداف بمرور الايام واصبح الامر بقى واقع ان هو احتلال لهذا القطاع وتهجير لسكان القطاع بنحو الجنوب. بنسبه كم في الميه نجح الاحتلال في تحقيق اهدافه المعلنه؟ لا انا اعتقد انه لسه ما حققش، يعني لو حقق 50% من اللي هو كان مخطط له يبقى يعتبر هو ده الحل اللي موجود عليه، لان هو انا قلت لحضرتك هو في الاصل كان الاعلان بتاعه يا اما تدمير حماس زي ما هو قال نهائيا، وقلت لك الكلام ده لا يمكن يتم، فيبقى تدمير القدره العسكريه لحماس. هو مش قادر عليه لغايه دلوقتي بالزبط. لان حماس ما زالت بتضرب صواريخ هي والمناطق الاخرى، وبالتالي عمليه القدره يبقى هنا الهدف على حتى تدمير القدره العسكريه محققه بنسبه 50% تقريبا، ما كملش الباقي، وبالتالي طول مده الحرب بيقول الكلام ده، ان هو كان زمان كان بيخش قطاع غزه يقتحمه في ليله واثنين ويحقق مهمته وتاني ماشي. النهارده ما عادش قادر يعمل الكلام ده، لان النهارده بقت المقاومه القدره العسكريه للمنظمات الفلسطينيه في غزه بقت كبرت اكتر من مكان، ما تضاعف، وبالتالي هو تقديره لها مش ما كانش مظبوط في وده اعتقد ان الضربه بتاعت 7 اكتوبر بتقول ان حجم المعلومات اللي كانت متوفره عند اسرائيل في المفاجاه اللي خدتها كان قليل، زي حرب اكتوبر بالظبط لما كانوا شايفين احنا بنتدرب وشايفيننا بنعمل الكلام ده كله، لكن مش قادر ياخد قرار هل هيعمله ولا ما يعملوش. صحيح. ده النقطه اللي كانت فرقت في التقدير، وبالتالي وضحت الفكره يا فندم. نشكر حضرتك اللواء دكتور محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق، نشكرك يا فندم جزيل الشكر. دلوقتي هسيب حضراتكم مع موجز الاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا هاله الحملاوي، اتفضلي هاله. شكرا مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إريكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية. وخلال افتتاح المعرض شهد الرئيس السيسي تدشين الفرقاطة المصرية الجبار، كما تسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة درع الفرقاطة المصرية الجديدة الجبار طراز ميكو أي 200 التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيدي مصرية بنسبة 100%. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونغرس الأمريكي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية أن زيارة شكري ستشمل عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية، مشيرة إلى أن الزيارة سيعقبها انضمام وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن يوم الخميس القادم، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الأمريكية سعيا لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة. أفادت وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر. وأضافت الخارجية في بيان أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بأسماء ووثائق المواطنين لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيدا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين
الشعبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. ونفى المتحدث باسم الخارجية كل ما يتردد إعلاميا خلاف ذلك، داعيا إلى التوخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية وأطراف مخيمها. وأوضحت الوكالة أن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية ترافقها 4 جرافات اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، مشيرا إلى أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تتجنب مهاجمة المناطق التي حددتها السلطات الإسرائيلية على أنها مناطق محظور قصفها في غزة. وأضاف سوليفان أن واشنطن تجري محادثات يومية مع إسرائيل حول حماية المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدنيين الأبرياء لقوا حتفهم في الصراع في غزة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إسرائيل إلى سحب الأمر واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية. ومن جانبه نفى الجيش الإسرائيلي مطالبته منظمة الصحة العالمية بإخلاء مستودعات، وقال إنه أوضح ذلك لممثل الأمم المتحدة. دعا مجلس الحكماء المجموعة التي أسسها نيلسون مانديلا الحكومات التي تقدم دعما عسكريا لإسرائيل في حربها بقطاع غزة إلى إعادة النظر في مقاربتها. وأوضح مجلس الحكماء أن الأفعال الإسرائيلية بلغت مستوى لا يطاق من اللا إنسانية تجاه الفلسطينيين، مضيفا أن الحل ليس بمزيد من القتل وأن المفاوضات هي السبيل لوضع حد لهذا النزاع. شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي في المؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم. ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لحزب حماة الوطن على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، معبرا عن سعادته بالجمع الحاشد لأهل الفيوم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير البنية التحتية وخصوصا في المحافظات والقرى، وكان لمحافظة الفيوم نصيبا في مثل هذه المشروعات في بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحي ل 88 قرية على بحيرة قارون، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي استهدف 30% من سكان المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع. رياضيا، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أنها تلقت خطابا رسميا من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية أنوكا بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. وأكدت أنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية لعام 2027 والتي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبيات لوس أنجلوس 2028، معربة عن تطلعها إلى صياغة الاتفاقية التعاقدية لدورة الألعاب وجميع النواحي الإجرائية. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا امبارح، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2023، واللي بيقام في توقيت الحقيقة انه
توقيت دقيق ويتزامن مع تحديات إقليمية ودولية بتهدد الأمن والاستقرار الدولي. خلينا نعرف إيه قصة هذا المعرض، ما هي أهمية معرض إيدكس للسلاح، وليه مصر بتعمل هذا المعرض، وليه طلع مع هذا المعرض فرقاطة جديدة وراجمة صواريخ جديدة؟ إيه هي الرسائل اللي الدولة المصرية عايزة تقولها من خلال هذا المعرض ومن خلال التحديات اللي بتواجه المنطقة؟ رحبوا معنا بضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. إيه هي الرسائل اللي الدولة المصرية عايزة يعني ترسلها للداخل وللخارج في الإقليم وللعالم من وجود هذا المعرض في هذا التوقيت؟ أولا هو إيدكس النسخة الأولى كانت 2018، وهذا المعرض ولد عملاقا لأنه في 2018 بعد انتهاء المعرض خد جائزة أحسن معرض دولي، وده تصنيف شركة إنجليزية مهمة جدا بتصنف المعارض الدولية، فده نسخته الأولى. تكرر في النسخة الثانية 2021، وبالتالي النسخة الثالثة 2023. القدرة على الاستمرار دي في منتهى الأهمية، لأننا بتحط كمعرض على خطة الشركات المصنعة للسلاح عالميا. وبالتالي أنا لو ما استمرتش في نفس التوقيتات أنا مش هكون ضمن مخططاتهم في العرض، ودي نقطة قوية جدا إن أنا دايما في نفس التوقيت أعقد هذا المعرض. أهميته لمصر، أولا أنا شركات تصنيع عالمية بتعرض منتجاتها، ودي نقطة قوية لمصر، إضافة إلى أن في شركات مصنعة مصرية بتعرض سلاحها بنفس المعايير العالمية جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية وبنفس المعايير، ودي نقطة ممكن نتكلم عليها بعمق شوية. وأنا شايف أن دي نقطة قوة للتصنيع العسكري في مصر اللي كان بدأ من زمن طويل، توقف شوية بعد في حرب 67، عاد مرة أخرى بقوة بعد ثورة 30 يونيو. فبالتالي أنا عندي معروضات سلاح مصرية تناظر المعايير العالمية موجودة، ودي أنا شايف أن نقطة قوة. نقطة القوة الثانية أن هو مش معرض سلاح بس، ده منتدى فكري عسكري راقي جدا في حوارات وورش عمل، وبالتالي هو أكبر من أنه يبقى معرض سلاح، والشركات المصنعة للسلاح بتحب جدا تحضر هذه الحوارات والنقاشات، بتاخد منها أفكار تعدل بها التسليح. بتتحط مصر على خريطة الإعلام العالمي، ودي أنا شايف أن دعاية لمصر النقطة المهمة جدا. عدد كبير جدا من القادة في العالم والوزراء والعسكريين الكبار، عدد كبير من الزائرين، هذا هذه الفعالية العالية جدا أنا شايف أنها تدي ثقة العسكري جدا لمصر، وده بيسمع أيضا في الاتجاه السياسي. صحيح. طيب فندم، يعني رؤية حضرتك يعني لأي مدى هذا المعرض خلينا نقول إن هو بيساعد في تعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومي، وفكرة كمان أطر التعاون بين مصر والعالم في مجال تصنيع السلاح، ده مجال مهم جدا الحقيقة. صحيح صحيح، النقطة دي نقطة مهمة اللي هي التصنيع العسكري في مصر، واحنا زي ما قلنا بدأ من زمن طويل، يعني في الستينات كنا بنصنع طيارات القاهرة 100 والقاهرة 200 وصلنا القاهرة 300 وصواريخ وبعض الأنظمة والذخائر، توقف هذا بعد 67، رجعنا بعد 73، رجعنا بقوة بعد 30 ثورة 30 يونيو. التصنيع العسكري في مصر بيقوم على مسارات مهمة جدا، أول مسار وهو إن في شركات سلاح مصرية بيتم تطويرها بحيث إنها تناسب المستويات العالمية وتصنيع أسلحة حديثة، وده شفنا الحقيقة شركات صنعت مش بس تصنيع، ده التصميم والتصنيع مصري 100% تمام، زي المركبات المدرعة والطائرات بدون طيار. فأنا شايف دي نقطة قوة. نقطة القوة الثانية إن الشركات المصرية المصنعة للسلاح بتشرك معها الشركات القطاع الخاص في بعض الأجزاء وبعض قطع الغيار والمنتجات، فده بيدي للقطاع الخاص فرصة عالية جدا ليرفع مستواه وتوطين تكنولوجيا وأيضا ربح. المسار المهم جدا 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 هو التصنيع بالشراكة مع شركات عالمية. أيوة. وزي ما شفنا الفرقاطة الألماني، وقبل كده شفنا الفرقاطة الجو ويند بالتنسيق مع فرنسا والشراكة معها،
كون ان شركات تصنيع دي شركات سمعه كبيره جدا في العالم لها يعني خبرات ضخمه، كون انه يسمح لي ان انا اصنع هذه القطع الضخمه اللي فيها تكنولوجيا عاليه، ثقه في مصر، بيرفع مستوى الشركات الموجوده، ايضا بيوطن التكنولوجيا، بيدي خبرات عاليه جدا للعامل المصري. فانا شايف ان صناعه السلاح بتقود الدوله تكنولوجيا. طبعا السلاح فيه تكنولوجيا معقده جدا ومسارات كتيره جدا من التطور والذكاء الاصطناعي. ده لما بتوطن في الدوله ايه اللي يخلي امريكا وفرنسا وانجلترا الدول اللي هي ذات ثقل عسكري بهذا الشكل من التكنولوجيا حتى في القطاعات المدنيه؟ صناعه السلاح هي اللي بتعمل كده. صحيح. احنا لما نقول ان القوى العالمية زي ما حضرتك قلت أو قطبي الصراع يعني أمريكا وروسيا هم أكبر صحيح. يعني اتنين بيصنعوا سلاح، فمصر النهاردة تخش معهم إلى أي مدى احنا دخلنا وإلى أي مدى احنا وصلنا في الإقليم وإحنا بنصنع إيه في الأسلحة الخفيفة والثقيلة وصولا للحاجات الجديدة زي الفرقاطة الجديدة اللي عملناها وراجمة الصواريخ. عايزين يعني نعمل نظرة بانورامية كده. احنا في مستويات متعددة، مستويات عالية جدا زي الفرقاطات، ودي تكنولوجيا عالية جدا ويعني متقدمة فيها تطبيقات من الذكاء الاصطناعي وأيضا أنظمة إدارة النيران والدفاع الجوي. دي 100% مصرية. والدفاع الجوي أيضا، وبتشيل كمان مروحيات ممكن يطلق من عليها طائرات بدون طيار. يعني التركيبة نفسها بتاعت السلاح مختلفة تماما عن الحاجات القديمة. كون إن أنا كمصر أقدر أصنع هذا الشكل من التسليح الثقيل للقوات البحرية، أنشأت نقطة قوة، ده مستوى عالي جدا. صحيح. تمام. وبالشراكة مع شركات عالمية، فدي ثقة في مصر. في مستوى برضو مهم جدا هو الطيارات بدون طيار، ومسرح العمليات الأوكراني ومسرح عمليات الشرق الأوسط أظهر بقوة أهمية الطيارات بدون طيار لأي قوات جوية وأي دولة، لأنها بتوفر كتير وأيضا بتساعد على تطبيق مبادئ الحرب وخاصة مبدأ الاقتصاد في القوة. كنا ان انا اصنع طيارات، عندنا طيارات ووصلنا ان احنا بننتج طيارات بتطير حتى زمن 30 ساعة. العالم كله يعني اقصى دولة وصلت 30 ساعة طيران بدون طيار، فاحنا وصلنا لها. وعندنا تنوع في اعداد الطيارات بدون طيار واشكالها وانواعها ووسائل استطلاعها وكذا. فده الحقيقة انا شايف نقطة قوة عالية جدا جدا جدا، وده مستوى عالي جدا من التكنولوجيا. نتكلم على تكنولوجيا الجسم نفسه والمحركات وأجهزة الاستطلاع والربط الإلكتروني ما بين الطيارة وبين المحطات الأرضية، كل دي تكنولوجيا عالية جدا. التصميم والقدرة والتكنولوجيا. بالضبط. يعني يعني النقطة المهمة جدا نخش على الحاجات في الجيش، المدرعات، نصمم مدرعة ونطورها التمساح والتطوير ده، وهي مش مسألة مدرعة ومركبة، لا، فيها أنظمة إدارة نيران وفيها التطوير وتصنيع الصلب المدرع. وده في منتهى الأهمية، أنه علشان ده اللي بيستخدم فيه التصنيع بتاع القطع السلاح. كنا نوصل لسمكات معينة من التصنيع، أنا شايف نقطة قوة عالية جدا. أيضا وصلنا أن احنا راجمات الصواريخ، وصلنا أن احنا بنصنع ذخائر جوية، ودي نقطة في منتهى الأهمية. كل الموضوع ده كله بيخفف كتير جدا على موازنة الدولة، بيخفف في كذا اتجاه. أولا كشراء بشير بالعملة الصعبة. النقطة المهمة جدا جدا ان بيخفف في منظومة قطع الغيار، انا باخدها من مصر. ايضا العمارات والاصلاح في مصر، تخيل السلاح ده لما كل شوية بتوديه عمرة بره بكام وتنقل بقد ايه وتاخده بعد وقت قد ايه وهكذا، كل ده بيخفف على موازنة الدولة. فبالتالي بقى عندي سلاح نوعية حديثة اعداد كبيرة انا اللي بحدثه وبطوره، فده عنصر اساسي من عناصر القوى القتاليه. وايضا التدريب عليه، يبقى انا كده امتلكت قطبي القوى القتاليه وهو التسليح والتدريب. وده انا شايف ان ده يحقق الردع ويحقق الحسم لو فشل الردع. طب بجانب كمان امتلاك زمام امورك، يعني ما يبقاش حد ليه اليد العليا عليك. حضرتك محقه جدا في النقطه دي، لان انا لما بمتلك منظومات التسليح وانا اللي بصنعها ولو بنسب، ده بيدي حريه القرار المصري، ان السلاح اساسا مش سلعة عادية، ده بيتم التحكم في الدول بقطع الغيار طبعا، وأيضا الذخائر، دي مشكلة كبيرة جدا. صحيح. وبالتالي أنا لما امتلك نسبة كويسة من السلاح والذخائر والتصنيع، ده بيدي حرية أكتر للقرار المصري، يعني بيسمع سياسي. وأيضا على فكرة
اي قوات مسلحه عندها تصنيع عسكري ودوله عندها تصنيع عسكري وقوات مسلحه قويه، ده ظهير قوي لاي دبلوماسيه بتتحرك. عمرنا ما شفنا الدبلوماسيه بتتحرك الا لو كان وراها ظهير قوي من التصنيع العسكري وقوات مسلحه قويه. ده اكيد. وفكره كمان الخبرات، يعني يبقى عندنا خبرات وكوادر بالفعل تقدر انها ان كانت تتعامل مع تصليح هذه المعدات العسكريه او حتى تقدر تطور وتصنع، فده مهم جدا. والشراكه مع الشركات العالميه طبعا اكيد. طب في كمان نقطه مهمه جدا، وانه كان في زي بند او شرط وضعته الدوله المصريه فكره ضمان عدم امتلاك هذه الاسلحه بواسطه عناصر غير مصدق عليها من الحكومات. لاي مدى ده يؤكد اولا ثوابت الدوله المصريه وقيم الدوله المصريه وفكره الحفاظ على الامن والاستقرار؟ طبعا التكنولوجيا في العالم، في تكنولوجيا عاليه جدا، في قيود على نقلها لبعض الدول، ده امر احنا طبيعي وامر متوقع. ما مش ممكن امريكا هتنقل لي اعلى تكنولوجيا انا كمصر ممكن تنقلها لاسرائيل مثلا، او في حاجات بتنقلها كمان لاسرائيل. وبالتالي انا حته التصنيع، بنتكلم على التصنيع مش تصنيع الجسم بس، بنتكلم على تصنيع برامج اداره النيران والسوفت ويرز نفسها والحاجات دي مهمه جدا بايد مصريه. كنا نمتلك النو هاو في الحته دي وتطوره باستمرار. انا شايف ان ده بيبعدني كتير جدا عن تحكم الدول والمصانع والحكومات فيا كنقل تكنولوجيا عاليه الاداء في مجال التسليح. وانا شايف ان ده الحقيقه خط متنامي ومهم. اللي بيخلي الدول الحقيقه تقدر ذلك وتيجي ان القرار المصري قرار رشيد. ما هو لو انت في دوله قرارها غير رشيد وحركاتها فجائيه غير محسوبه مش مظبوطه، هتلاقي الدول دي ضدك. لان كنا نلاقي عدد ضخم من الدول وصين 400 شركه جايه تعرض وعدد كبير من القاده، فانا في ظهير قوي من الثقه في القياده المصريه والثقه في الجيش المصري، وانه جيش رشيد وجيش عارف بيعمل ايه وجيش يعني يتمتع باخلاق الفرسان في زمن نادر فيه الفرسان. فدي انا شايف ان ما نقدرش نهمل هذا العامل المهم، لان ده بيفسر ان ازاي الشركات دي والدول دي تجيلي بهذا العدد الضخم جدا والاستمراريه في المعرض، وبيزيد كل مره عن المره الثانيه في العروض والشركات والسلاح. النقطه المهمه قوي ودي يمكن يحسها المقاتلين في القوات المسلحه، انا لما اعمل معرض زي ده ويزوروا المقاتلين في القوات المسلحه على اختلاف مستوياتهم القياديه وتخصصاتهم، فرصة مهمة جدا ان انا اشوف 400 شركة بتعرض. تخيل لو احنا عايزين المقاتلين دول يروحوا يزوروا المصانع هيزوروا في قد ايه وكم مصنع وكم واحد. فالمقارنة بمنظومات التسليح في معرض زي ده انا شايف ان دي بتدي خبرة عالية جدا للمقاتلين لانتقاء التسليح بعد كده، تطوير قواعد الاشتباك والعقيدة القتالية، خبرات عالية جدا ايه اللي بيدور في العالم كله من تحديثات على اختلاف اشكالها انواعها. فانا شايف ان فرصة كبيرة جدا لنا كقوات مسلحة ان احنا معرض زي ده يعقد على ارضنا. طيب لو بصينا لتجارب اخرى، يعني مثلا التجربة الصينية، تجربة الهند اللي كانت قبل كده بتاخد السلاح من دول اخرى والنهاردة عندها اكتفاء ذاتي، لو عملنا يعني مقارنة بسيطة احنا هنلاقي تجارب مش يعني انا مش بحدد يعني، ولكن بقول التجارب عموما التجارب الصاعده يعني مؤخرا يعني عموما يعني معظم الدول اللي فيها صناعات حتى مدنيه بتسعى جاهدا انها تعمل صناعات عسكريه. ليه؟ اولا الصناعات العسكريه صناعات مهمه جدا للامن القومي لاي دوله، انه يبقى عنده السلاح بينتجه والذخائر والتطوير بايديه هو عشان ما يتحطش تحت ضغوط من دول اخرى. فكل الدول استقلال القرار واستقلال القرار السياسي، فكل الدول بتعمل الكلام ده. وفي دول طبعا ليها خبرات طويله وباع طويل جدا، وزي طبعا امريكا، روسيا، بعض الدول الاوروبيه، فرنسا، انجلترا، الصين، الهند، كوريا الجنوبيه، كله بادئ بشكل كبير جدا. فانا دي نقط مهمه. تجاربهم تجارب انا شايف انها تجارب ناجحه، وفي تنافس عالي جدا بصوره غير طبيعيه بينهم، وده امر طبيعي، تنافس على المنتجات ومستوياتها، تنافس على الاسعار، تنافس على المبيعات، وكلهم بيعملوا معارض سلاح. معارض السلاح سلعه مربحه، يعني لما تشوف الطياره مثلا زي الاف 35 احدث طياره امريكيه، طياره تقريبا سعرها في حدود 125 مليون دولار بدون ذخائر.
لما تشوف مكونات الطياره دي ما تسويش اقل من 25 مليون دولار. ده ثمن التكنولوجيا والبحث والتطوير والارباح. اذا هي صناعه السلاح لو انا بصنع بمستويات عاليه وقادر اسوق ده صناعه مربحه جدا على المدى الطويل. فبقول لحضرتك يعني مكونات الطياره لما تفكها كده ما تجيبش يعني مش ممكن السعر ده يكون ثمن هذه المكونات. التكنولوجيا ليها سعر، البحث والتطوير، كل ده انا شايف بتشد كل الصناعات اللي في الدوله. بكل تاكيد طبعا. وهنشوف يعني يمكن ما تشوف مصانع الامريكيه بالذات هتلاقي في مصانع كتيره جدا قطاع خاص، كلهم قطاع خاص، لكن في مصانع صغيره كتيره جدا مشتركه في التصنيع. ده في مصانع خارج دول كمان، يعني بتلاقي في بعض قطع الغيار والمكونات في الطائرات الامريكيه والسلاح الامريكي جاي من دول تانية حلفاء ليه. ازمه الرقائق الالكترونيه بالظبط كده، بالظبط كده. فبالتالي انا شايف ان النقط دي نقط مهمه جدا، ويعني انا الحقيقه اسمن جدا اشتراك القطاع الخاص معانا في مصر في التصنيع العسكري، ونشاف ان شاء الله النسبه دي هتزيد. هتدي فرصه كويسه جدا للقطاع الخاص ان هو يطور نفسه، يشوف تكنولوجيا عاليه، بشتغل مستوى دقه عاليه جدا في التسليح، لان الموضوع ما فيهوش هزار. يعني انت عايز دقه عاليه جدا في التصنيع كسوفت وير، كبرامج اداره نيران، كأي مكون بتحطه في السلاح ده ليه مستويات عالية. لازم يوازي التكنولوجيا الموجودة في العالم كله كمان. بالظبط كده. فأنا كون إن القطاع الخاص يشتغل معايا بالمعايير العالية دي أنا شايف إن ده بيدي فرصة إن هو معاييره تعلى في كل المنتجات حتى المدنية. سيادة لو امبارح كمان تابعنا هي مسيرة نجاح كمان في اتكلمنا في مجال التصنيع البحري تحديدا وترسانات القوات البحرية، وطبعا تابعنا تدشين الفرقاطة اللي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية يعني 100%. صحيح. عايز أعرف من حضرتك أهمية النقطة دي إيه تحديدا، وخلينا نعرف السادة المشاهدين كمان مهام الفرقاطة إيه. الفرقاطات هي قطعة بحرية من القطع التقيلة يعني، والنقطة المهمة جدا أن قدرتها على إنتاج النيران وأيضا التكامل مع كل القطع البحرية في الحماية ووجود قوة بحرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، أنا شايف دي نقطة قوة عالية جدا، لأن احنا عندنا سواحل ممتدة، عندنا مياه اقتصادية مرسمينها، عندنا إمكانيات عالية القيمة في المياه الاقتصادية زي حقول البترول وحقول الغاز، عندنا خطوط ملاحة بحرية في البحرين الأبيض والأحمر، واحنا شايفين التهديدات العالية جدا في البحر الأحمر من بعض الجماعات على خطوط الملاحة البحرية، ودول عظمى زي انجلترا بتتهدد وضربت لها سفينة. فانا قوات بحرية قوية ومحترفة ده تأمين لكل هذه الإمكانيات عالية القيمة والملاحة البحرية، وده انا شايف ان ده بيقلل المخاطر على النقل البحري للدولة المصرية، وايضا يساعد كثيرا على تامين قناه السويس. تامين قناه السويس يبدا من هناك من عند الباب المندب، ويمكن ابعد من كده ويبدا من البحر الابيض كله. فالقوات البحريه انا شايف ان احنا دوله بحريه من الطراز الاول، ودوله قديمه لها ثقل عالي جدا في هذا البعد. فالقطع البحريه قطع غاليه جدا، غاليه جدا، ومش كل الدول بتدينا التكنولوجيا اللي عاليه في هذه القطع. كون ان انا اصنع هذه القطعه بالتعاون مع دول كبيره ولها ثقل في التصنيع العسكري زي المانيا وزي فرنسا، نتكلم كمان على الجو ويند، انا شايف ده يعني نقطه قوه عاليه جدا، وايضا اضافه لتوطين التكنولوجيا في مصر، واضافه للعامل المصري. صحيح. واضافه للامن القومي المصري، وتخفيف، ودي نقطه مهمه، على الموازنه المصريه. سؤالي الاخير، ازاي يخدم القطاع الخاص؟ حضرتك قلت بيخدم القطاع الخاص وممكن يطلع معاه صناعات يرفع مستواه. يعني هناخد مثلا سياره كهربائيه، ناخد امثله تانية زي ايه؟ ان انا لما اطور صناعات دفاعيه وعسكريه هقدر اطلع معاها صناعات مدنيه ممكن تساهم ايضا في يعني زياده ده الصادرات. سؤال مهم. اولا معايير تصنيع السلاح عاليه، فبالتالي انا ما فيش فرصة إن المعايير والمستوى الفني يقل، وبالتالي أنا لما بطلب المعايير دي من القطاع الخاص فأنا بيرفع هو لازم معايير التصنيع بدقة عالية جدا، فده بيرفع مستوى في كل مكونات التصنيع. النقطة الثانية، أنا بطلب بعض حاجات زي ممكن برامج وسوفت وير، وأيضا بعض الحاجات الهارد وير،
كون ان هو يخش في المنظومه دي، دي داخله في مكونات تانية. ما هو الحاجات الالكترونيه دي داخله في تلفزيونات، داخله في حاجات الكترونيه، داخله في اجهزه كمبيوتر، كل ده داخل ممكن يبقى يخش في مكونات القطاع المدني برضه. فانا شايف ان هو التكنولوجيا المزدوجه مهمه جدا لما استخدمها في مجال عسكري وانا باخدها، هو بياخدها يستخدمها في مجالات مدنيه اخرى، فبيقدر يسوق كمان مش عسكريا، لا يسوق في منتجات مدنيه، اضافه لرفع المستوى اللي هيخليه قادر على التنافس مع المنتج العالمي المنظم. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور لواء طيار، دكتور هشام الحلبي المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. على اي حال خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. فريق سموحه نجح في تحقيق الفوز على فاركو بنتيجه 2-1 في المباراه اللي اقيمت بينهم باستاد الاسكندريه ضمن مباريات الجوله الثامنه من الدوري الممتاز، وبكده بيرتفع رصيد سموحه ل 12 نقطه في المركز السابع، وتجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر. فادي فريد مهاجم سموحة حصل على جائزة رجل مباراة فريقه قدام فاركو واللي أقيمت امبارح في بداية الجولة الثامنة بالدوري. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته الجماعية امبارح على ملعب مختار التتش، وده في بداية التحضير لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة الجاية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. فريق نادي بيراميدز خاض أول تدريباته في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا استعداداً لخوض مباراة سان داونز في إطار لقاءات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، وبيحل بيراميدز ضيف على سان داونز يوم الحد الجاي في مدينة بريتوريا. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختبار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واللي هتتلعب يوم 10 ديسمبر الجاي. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أجمل أهداف بطولات أفريقيا لعام 2023، وده شهد تواجد الثنائي المصري محمود عبد المنعم كهربا ومحمود صابر بالقائمة النهائية اللي بتنافس على أجمل أهداف العام في حفل جوائز كاف واللي هيقام في المغرب يوم الاثنين الجاي. اللجنة الأولمبية المصرية تلقت خطاب رسمي امبارح من رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية نوكا بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. احتلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس المركز 58 عالميا في التصنيف العالمي اللي أصدرته امبارح رابطة محترفات التنس. تقدمت ميار شريف مركزا واحدا في تصنيف شهر ديسمبر الجاري. رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش أعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبر الجاري، وبيواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي. كمان رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش البي اس اي أعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر ديسمبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع الـ14 على التوالي. المدرب الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي توج بجائزة أفضل مدرب كتالوني لعام 2023 متفوقا على مواطنه شافي هرنانديز مدرب برشلونة الأسباني.
خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع جمانة ومصطفى. شكرا لك يا هلا. حين أجهزة الدولة المختلفة في كل القطاعات نجحت في اختبار الحياد الإيجابي في التعامل مع الانتخابات الرئاسية. أيضا الدولة المصرية وضعت إجراءات كبيرة جدا الفترة اللي فاتت عشان تضمن نزاهة عملية التصويت. خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر، الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، اللي هنكلمه بالتحديد عن كيفية هذا الحياد وما هي يعني أهم هذه المؤسسات. بنصبح لك يا دكتور ومنورنا في استوديو صباح الخير. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. قل لي يعني هناك العديد من الأجهزة اللي تعاملت أو تقطعت مع العملية الانتخابية. المؤسسة الإعلامية بكل روافد، المحليات، الهيئة الوطنية للانتخابات، أجهزة الأمن اللي كانت بتأمن، كل هذه المؤسسات اللي داخل الدولة المصرية كيف التزمت بالحياد الإيجابي خلال العملية الانتخابية الرئاسية؟ طيب في البداية لازم نوضح أن العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأهم وهو الاستحقاق الأكبر، وأغلب دول العالم بتتابع الاستحقاقات الرئاسية يمكن أكتر من الاستحقاقات المتعلقة بالبرلمان. البرلمان يجي في المرتبة الثانية ثم بعد كده المحليات. طب لما نيجي نتكلم على الاستحقاقات الرئاسية، كان قبل كده لدينا إشكالية. لما نيجي نتكلم على قبل 2011 كان عندنا مشاكل كبيرة جدا، وكنا بيقول لك لا الإعلام مش محايد، المؤسسات الأمنية مش محايدة، الكلام ده كنا بنسمعه. طب لما نيجي نتكلم النهاردة وتحليلنا احنا كرجال قانون وكرجال سياسة، هنلاقي ان المؤسسات الإعلامية حياد كامل. يمكن احنا بنتكلم في الشركة المتحدة مشكورة، ادت فترات ودقائق متساوية للحملات الأربعة، ده أكبر حياد. فبالتالي أصبح المرشحين إحنا بنسمعهم وبنشوفهم ونشوف مؤتمراتهم، حضراتكم بتغطوا المؤتمرات بتاعتهم. طيب لما نيجي نشوف النهاردة مرشح يقول أنا هعمل مؤتمر في اسكندرية، تاني يوم يقول لك المؤتمر التاني ده هيكون في الصعيد أو في أسوان، مين اللي بيغطي ده من الناحية الأمنية؟ المؤسسات الأمنية. وبالتالي أصبح أنت في صورة لائقة جدا بتعمل مؤتمراتك واللي بيأمن عليك المؤسسات الأمنية. المؤسسات الأمنية أمنت المرشحين الأربعة في كل المحافظات. أيضا أنت بتتكلم على الانتخاب، لما يجي يتم لازم يكون عندي إشراف قضائي، والإشراف القضائي ده اللي أصر عليه طبعا الحوار الوطني، ثم جاءت الهيئة الوطنية للانتخابات مشكورة وهي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وبالتالي لما تنجح مؤسسات الدولة، ده الاختبار الحقيقي. وعلى فكرة قبل كده البعض يقول لك ايه، طب ما كان في تعددية قبل كده في 2005، طبعا يعني كانت الدنيا مش ظريفة، كلنا عارفين هذا الكلام. لما نيجي نتكلم على 2012 كنا بننتخب العاطفة، وطبعا كلنا عاصرنا هذا الكلام، ما كنتش شايف انت برامج ولا اي حاجة، وكان عندنا حوالي 12-13 واحد، بس كانت ما فيش حد فينا اطلع على برامج بعينها. حتى لما كان البرنامج اللي اتقال من جماعة الإخوان كان برنامج فنكوش، اللي هو برنامج النهضة، المشهد كان صعب جدا وقتها، واتضح طبعا وقال لك 100 يوم ومش 100 يوم، واتضح ان طبعا كل الكلام ده ما فيش اي حاجة. لكن النهاردة احنا بنتكلم على الأربع مرشحين لديهم أربع برامج، وابتدينا نناقش ده في وسائل الإعلام. فبالتالي لأول مرة بنتكلم على تعددية حقيقية، حياد إيجابي، تجربة ديمقراطية وليدة أنا شايفها ناجحة جدا، ممكن نبني عليها بعدين. هو ده الصح، انك انت حتى ولو كان البرامج انت شايف ان لك ملاحظات على البرامج، بس في برامج في حاجات ان انا اقدر ابني عليها. وبالتالي نجاح مؤسسات الدولة في الحياد الإيجابي، أنا بسميه حياد إيجابي مش حياد سلبي، حتى المحليات نفسها، ما أنت المؤتمرات دي أنت بتعملها فين؟ في محافظات. فكان ممكن محافظة بمحافظة تقول لك لا والله أنا ما أقدرش يعني الحملة دي أو المكان ده ممنوع أن هو يجي عندي مثلا. لكن إحنا بنقول نجاح كل مؤسسات الدولة، كل الوزارات، كل المحافظات، كل المؤسسات الأمنية الكبيرة المحترمة ساعدت في هذا الحياد، وساعدت في ان هذه المؤتمرات ما سمعناش
مرشح من المرشحين الأربعة قال لك والله أنا جيت أعمل مؤتمر ما ينفعش يتعمل المؤتمر أو اشتكى صحيح. فكل ده نجاح لمؤسسات الدولة وحياد إيجابي نستطيع فيما بعد أن احنا نبني عليه في الانتخابات القادمة سواء كانت انتخابات رئاسة أو انتخابات برلمانية. الحقيقة أنه هذا المشهد وهذا الاستحقاق الانتخابي مختلف بكل المعايير يعني صحيح. شايفين حتى طريقة التعامل حتى يمكن المواطن المصري دلوقتي بقى ليه عنده وعي بشكل أكبر حتى بفكرة الأمن القومي وأبعاد الوضع حقيقي. الإقليمي وما إلى ذلك ففعلا حتى يمكن التوقيت نفسه مختلف وعي المواطن ارتفع بشكل كبير ده يمكن بناء على التجربة السياسية اللي حصلت طبعا. الفترة اللي فاتت فواضح أنه بالفعل ده فرق في طبعا. الشارع المصري شايف حضرتك أنه في الفترة القادمة إزاي نقدر نكمل هذا الإنجاز وإزاي نقدر نبني على هذا النجاح طيب خلينا نبص الأول في مواد الدستور مواد الدستور المادة 87 والمادة 88 من الدستور بتتكلم على أن الدولة المصرية ملزمة بأن هي توفر للمواطن أن هو يكون ليه حق المشاركة السياسية من سن 18 سنة ثم المادة 88 اللي هي اتكلمت عن استحقاق الخاص بالمصريين بالخارج لما نشوف بقى فرحة المصريين بالخارج صحيح. وشوفنا ده بالذات في دول الاتحاد الأوروبي يبقى درجات الحرارة قليلة جدا تحت الصفر 4 أو 5 تحت الصفر وإصرار المرأة المصرية على إن هي تاخد أبنائها الصغار معها مسافات يعني في مسافات كبيرة جدا مسافات في دول زي الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية كندا الصين روسيا ورغم ذلك إصرار على هذا الاستحقاق يمكن المصريين في الخارج عشان بيشوفوا الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبيشوفوا مشاركة المواطنين فكان نفسهم إن هم يشاركوا فلما يكون هذا النجاح بعد 2011 إن احنا يبقى للمواطن المصري الحق في الانتخاب ده نجاح للدولة المصرية أنا بعتبر أن الدولة المصرية نجحت ده نجاح لمصر الانتخاب يا جماعة الخاص بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة اللي بتمر بيها العالم كله بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ورغم ذلك أن الدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة بتواجه كل المخاطر الخارجية وتواجه الصعوبات اللي بتحاك للدولة المصرية ورغم ذلك استحقاقك الدستوري الخاص بالمصريين في الداخل وفي الخارج يتم في مواعيده القانونية ده نجاح للدولة المصرية وهذا نجاح لمؤسساتها يعني مؤشر حتى التصويت المواطنين المصريين في الخارج ده مؤشر طبعا. كبير جدا لأنه كان في إقبال كبير جدا أنا لعلمك يهمني أكتر أني ممارسة المصريين في الخارج لاستحقاقهم مهما كان العدد حتى ولو كان 10 في كل دولة بس يمارسوا حقهم الانتخابي ده برضو نجاح للدولة المصرية هو ده استحقاق موجود في الدستور لما اجي اطبق ده على أرض الواقع ده نجاح لأني أنا بعتبر أن مصر في هذه المرحلة والحمد لله احنا بقالنا فترة كبيرة ما تقلش عن 7-8 سنين في مرحلة ما تسمى بالدولة الصلبة صحيح. الدولة الصلبة هي يعني معناها أن مؤسساتها قوية للغاية أجهزتها قوية للغاية تستطيع أن تواجه الصعوبات الخارجية بمنتهى القوة وتمارس حقوق المواطنين على الأرض بمنتهى الأمن والأمان فبالتالي كان الناس حتى يقولك إيه طب الأحداث اللي بتحصل الحرب لا أنت عندك الحمد لله جيش قوي شرطة قوية مؤسساتك وأجهزتك المخابرات في منتهى القوة ما تقلقش خالص هي هتواجه هذه المصاعب لكن أنت استحقاقك الدستوري بيتم في مواعيده وبهدوء وبأمن شديد جدا صحيح. فده نجاح صحيح. كبير وفي نفس الوقت نجاح لأن أنا أبتدي أختبر مؤسسات الدولة إزاي ودي لأول مرة تحصل إزاي أنك أنت على الرغم من وجود مثلا أحد المرشحين هو سيادة الرئيس ورغم ذلك المرشحين اللي قدامه يعملوا مؤتمرات يعملوا لقاءات يقدروا يطلعوا ينتقدوا السياسات والنواحي الاقتصادية و و و و ورغم ذلك مؤسسات الدولة وإعلامها بيزيع ده يعني أنا كنت بتفرج على كل القنوات اللي خاصة بالشركة المتحدة والتلفزيون المصري وهو يتحدث عن النواحي الاقتصادية أصل إحنا التعليم هنا ونين لا أنا مش عاجبني التعليم أنا هعمل كذا في التعليم
بيقال بأريحية شديدة. ومع ذلك احترام متبادل، يعني شايفين بالفعل مشهد حضاري جدا، شايفين هو ده. احترام متبادل، شايفين برامج موجودة أيا كانت، حتى نقاط الخلاف نقاط الاتفاق مش ده المهم، بس هذا المشهد بالفعل احنا كنا بنفتقده، فكرة ان احنا نشوف برامج مختلفة لمرشحين بيتكلموا بمنتهى الاحترام، بيحترموا آراء بعض. صحيح. ده مشهد مهم جدا. بص حضرتك، احنا بنتكلم، ويمكن انا بشكر سيادة الرئيس على ان فكرة الحوار الوطني، انا واحد من الناس كنت عضو من اعضاء الحوار الوطني في اكثر من لجنة الحمد لله، يعني وانا اشرف في ده، وكنا بنتكلم بأريحية شديدة. كان ما ينقص مصر هو المعارضة على أرضية وطنية. وأنا أقدر أعارض أقول والله مش عاجبني كذا في التعليم، مش عاجبني كذا في الصحة، مش عاجبني كذا في الاقتصاد، على أرضية وطنية. لأن في الأول وفي الآخر أنا لما أنا كشخص معارض لما باجي أقول إني مش عاجبني كذا فبطرح الحل. ممكن اللي قدامي يقول لي والله الحل اللي أنت بتقوله ده صح في كذا وغلط في كذا. في الأول والآخر صحيح. المؤيد صحيح. والمعارض حابب يوصل إلى الأفضل للوطن. بالضبط. فبالتالي الحوار صحيح. الوطني كانت البذرة الأولى والنواة الأولى، وفرق ما بين بالفعل النقد البناء أو المعارض اللي بيتمنى الأفضل لبلده، وبين الشخص وبين الآخر الشخص اللي الهدام. عايز يثير القلقلة في البلد. هو ده الحوار الوطني. وعشان كده أنا يعني أنا بشكر برضو سيادة الرئيس مرة أخرى، لأن هو قال حتى بعد الانتخابات إن شاء الله هتستمر الحوار الوطني، لأني فعلا كانت نواة للبناء عليها صحيح. مهمة جدا. طب واحنا بنتكلم على الحياد الإيجابي وعلشان نبقى إيجابيين، إزاي نستثمر في الحياة السياسية فكرة الحوار الوطني وفكرة ما نتج عن انتخابات الرئاسة من احترام متبادل من كل المرشحين ونقد بناء من الجميع ومساحة مفتوحة من غير تخوين ومن غير في نفس الوقت ان حد يبقى عنده اجنده خارجيه، يبقى كله زي ما حضرتك قلت كده بيتكلم على اجنده وطنيه. ازاي نستثمر ده مستقبلا بعد الانتخابات الرئاسيه؟ نبني على ايه؟ اديني يعني خارطه طريق سياسيه نبني عليها نستثمر فيها ما يحدث الان. احنا النهارده بنحط اللبنه الاولى لفكره الدوله الديمقراطيه. احنا في مرحلة تحول ديمقراطي ومرحلة انتقالية هامة للغاية، وكلنا مؤمنين بده. سيادة الرئيس اتكلم في الحوار الوطني بدايته جات من ايه؟ قال ان الاوان لاصلاح سياسي، فكرة الاحزاب السياسية لابد ان هي تتفاعل اكتر، تتواجد اكتر. فبالتالي لاول مرة انت ناس بتشرح برامج، تطلع في الاعلام، تعمل مؤتمرات، يبقى دي اول لبنة او اول طوبة تتبني في بناء الديمقراطية. تعال بقى نبني عليها ايه؟ بعد ما نخلص من ده نبتدي نكمل في الحوار السياسي أو الحوار الوطني، نبتدي نخلي الأحزاب السياسية تتفاعل وتتواجد على الأرض، وتبتدي إن هي يكون ليها أماكن تنتشر في الجمهورية ككل، اللي احنا بنسميها القاعدة الشعبية. أول ما يصبح ليك قاعدة شعبية وتواجد، هيصبح ليك في يوم من الأيام بدل ما عندي 3 رؤساء أحزاب مرشحين للرئاسة يبقى عندي 5 و6 و10، وتبتدي فعلا فكرة الديمقراطية تترسخ عند المصريين. الحمد لله هي موجودة دلوقتي في الإعلام، موجودة في المؤسسات الأمنية، موجودة لدى الجميع. اللبنة دي اتحطت خلاص، هنبني عليها. وأنا أعتقد أن البداية الحمد لله كانت جاية من القيادة السياسية لإيمانها بأن الحوار الوطني يعني ممكن نستفيد بداية زي مثلا في انتخابات مجلس النواب القادم. أنا أبتدي بقى على هذا الأساس. أصبح دلوقتي من حقي أن أنا أتواجد في الإعلام، تبتدي مثلا الشركة المتحدة والتلفزيون الدولة المصرية زي ما هو عمل مع الرئاسة يبتدي يعمل مع الأحزاب السياسية. يبقى الأحزاب السياسية اللي موجودة على أرضية وطنية أهلا وسهلا بها، تشرح برامجها، تبتدي تعرض نوابها أو المرشحين بتوعها، ونبتدي على هذا الأساس أن احنا نشتغل نفس الشغل اللي اشتغلناه في الرئاسة نشتغلوا في البرلمان، من عرض البرامج وعرض المرشحين برضو في مؤسسات الإعلامية المختلفة، وبرضو المؤسسات الأمنية والمحليات يدوا فرص أكبر وأكبر في عرض المؤتمرات واللقاءات، نفس ما حدث في الرئاسة يحدث في الانتخابات النواب ومجلس الشيوخ ان شاء الله. صحيح. حتى المشهد اختلف، انه دلوقتي بقت يمكن كنا بنواجه مشكلة يا فندم، انه حتى النواب للأسف في البرلمانات على مدار السنين اللي فاتت كان مجرد الحقيقة يعني خلينا نقول تمثيل ملوش أي فعالية ولا صحيح. تواجد أصلا على أرض الواقع إلا وقت الانتخابات. أيوة.
لكن دلوقتي اللي فعلا مش هيشتغل على ارض الواقع او بينزل للناس في الشارع بيواجه مشكله. فسؤالي برضو كمان لحضرتك نقطه مهمه جدا وسريعا، يمكن شفنا فكره تفاعل المواطن المصري مع الاحداث الجاريه حولنا، وشفنا مدى وعيه بالمخاطر المحيطه بينا، وشفنا كمان تأييده لمصلحه مصر. رساله حضرتك للمواطن المصري باهميه انه ينزل لتاديه هذا الاستحقاق الانتخابي، لانه بكل تاكيد مش بس احنا اللي بنتابع هذه العمليه الانتخابيه، العالم كله بيتابع هذه العمليه الانتخابيه، لان ده بالنسبه له بيكون مؤشر. صحيح. بصي، الشعوب كلها بتقاس حضارتها وديمقراطيتها بالانتخابات، لان لا يمكن لاي شعب لا يشارك ان يحترمه الشعوب الاخرى. ولذلك هتلاقي المتابعات العالميه كلها يقول لك ايه، والله كان هناك انتخابات رئاسيه ونسبه المشاركه كذا. فنسب المشاركه بتدل على الاهتمام. وبالتالي انا لما اتكلم في الماده 87 على ان الانتخابات هي حق وواجب، القصه كلها مش في الحق والواجب بس ومستقبل لاولادي والكلام اللي هو الجميل ده، لا، هو برضو شكل للدوله المصريه. دائما ما الشعب المصري عندما تحتاجه دولته الوطنيه في استحقاقات هامه زي الانتخابات الرئاسيه، دائما ما بتكسب الدوله الوطنيه الرهان على شعبها، والشعب صحيح. بينجح في ده. وهتشوفوا ان شاء الله في ايام الانتخابات يوم 10 و11 و12 ان شاء الله نزول كثيف جدا للشعب المصري في كل اللجان باذن الله تعالى. على اي حال احنا يعني كسبنا الانتخابات دي من هذه التجربه، وكسبنا من التجربه دي هذا التنوع، وكسبنا صحيح. من هذا التنوع ما يمكن البناء عليه مستقبلا في مكاسب عديده استحقاقات قادمه، وكسبنا ايضا الحوار الوطني اللي كان يعني يمكن هو العمود الفقري لكل صحيح. هذه الاشياء. شكرا لك دكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري، يمكن حدثنا عن اهم ما يمكن وصفه بالحياد الايجابي من قبل مؤسسات الدوله المصريه في الاستحقاق الرئاسي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. مشاهدينا الساعه 7 انا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله الحملاوي، تفضلي هاله. شكرا جمانة. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعة الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية. وخلال افتتاح المعرض شهد الرئيس السيسي تدشين الفرقاطة المصرية الجبار، كما تسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة درع الفرقاطة المصرية الجديدة الجبار طراز ميكو A200 التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيد مصرية بنسبة 100%. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونغرس الأمريكي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية أن زيارة شكري ستشمل عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية، مشيرة إلى أن الزيارة سيعقبها انضمام وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن الخميس القادم، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الأمريكية سعيا لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة. أفادت وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر. وأضافت الخارجية في بيان أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بأسماء ووثائق المواطنين لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيدا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي
من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. ونفى المتحدث باسم الخارجية كل ما يتردد إعلاميا خلاف ذلك، داعيا إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شخص في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل، وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 260 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية وأطراف مخيمها باستخدام أكثر من 50 مركبة عسكرية ترافقها 4 جرافات وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وتزامن الاقتحام مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تتجنب مهاجمة المناطق التي حددتها السلطات الإسرائيلية على أنها مناطق محظور قصفها في غزة. وأضاف سوليفان أن واشنطن تجري محادثات يومية مع إسرائيل حول حماية المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدنيين الأبرياء لقوا حتفهم في الصراع في غزة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إسرائيل إلى سحب الأمر واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية. ومن جانبه نفى الجيش الإسرائيلي مطالبة منظمة الصحة العالمية بإخلاء مستودعات، وقال إنه أوضح ذلك لممثلي الأمم المتحدة. دعا مجلس الحكماء المجموعة التي أسسها نيلسون مانديلا الحكومات إلى التي تقدم دعما عسكريا لإسرائيل في حربها بقطاع غزة إلى إعادة النظر في مقاربتها. وأوضح مجلس الحكماء أن الأفعال الإسرائيلية بلغت مستوى لا يطاق من اللا إنسانية تجاه الفلسطينيين، مضيفا أن الحل ليس بمزيد من القتل وأن المفاوضات هي السبيل لوضع حد لهذا النزاع. شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي في المؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم. ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لحزب حماة الوطن على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، معبرا عن سعادته بالجمع الحاشد لأهل الفيوم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير البنية التحتية وخصوصا في المحافظات والقرى، وكان لمحافظة الفيوم نصيبا فيها مثل مشروعات تطوير بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحي ل88 قرية على بحيرة قارون، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي استهدف 30% من سكان المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع. ورياضيا، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أنها تلقت خطابا رسميا من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية أنوكا بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. وأكدت أنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية لعام 2027 التي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، معربة عن تطلعها إلى صياغة الاتفاقية التعاقدية لدورة الألعاب وجميع النواحي الإجرائية. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم من جديد. ما زالت للأسف أعمال القصف الإسرائيلي مستمرة في قطاع غزة، وما زالت قوات الاحتلال بترتكب مجازر
وحروب إبادة جماعية ضد المدنيين العزل، وما زالت أيضا بتستهدف المستشفيات في مناطق شمال ووسط هذا القطاع. كل هذا التصعيد بيأتي وبيتزامن مع تصعيد أيضا مماثل في الضفة الغربية عبر سلسلة جديدة من الاقتحامات اللي خلفت أيضا عدد كبير من الشهداء والجرحى. صحيح، يعني خلينا نروح نتعرف مع حضراتكم على تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أيضا مخاطر تصعيد الحرب في غزة، مع الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ جمانة، صباح الخير أستاذ مصطفى. صباح الخير عليك. الحقيقة أنه منحنى شديد الخطورة بتمر به القضية الفلسطينية، وتصعيد متزايد، وأيضا تباين في ردود الأفعال إن كانت الأمريكية أو حتى الغربية. خليني بداية كده أتكلم مع حضرتك عن الوضع في قطاع غزة الآن. لو هندي موجة سريعة أو شرح لمشاهدينا الوضع في قطاع غزة، المشهد في قطاع غزة دلوقتي. طبعا يعني بكلمة واحدة، الوضع مأساوي. الأمر الثاني، ما يحدث الآن هو أنه بعد انهيار الهدنة يوم الجمعة الماضية، عادت إسرائيل إلى استخدام سياسة الأرض المحروق أشد فتكا وأشد عنفا. طبعا حكومة نتنياهو بتحاول كسب الوقت أو في معركة مع الوقت لتحقيق أي انتصار عسكري على الأرض تقدمه للداخل الإسرائيلي. هي فشلت بعد أكثر من 52 يوما في تحقيق أهدافها الثلاثة المعلنة: القضاء على حماس عسكريا، تحرير الرهائن، ويعني منع غزة أن تكون تهديدا لإسرائيل. لم تحقق أي هدف، والهدف الوحيد الذي حققته جزئيا هو تحرير الرهائن من خلال المفاوضات ومن خلال الهدنة. لكنها طبعا الآن عادت مرة أخرى وسحبت وفودها من المفاوضات، وبدأت تراهن على الجانب العسكري، الضغط العسكري للحصول على أكبر مكاسب في أي صفقة ممكن تحدث مستقبلا. هي بتعتقد أن سياسة الأرض المحروقة تحديدا في جنوب قطاع غزة، هي انتهت طبعا من الشمال، يعني تقريبا سيطرت على جزء منه، ويعني تقريبا يعني نصف الشمال الآن مهدم، أقل 80% من الشمال مسوى بالأرض. الآن هي في الوسط وفي الجنوب، في منطقة تحديدا خان يونس وفي منطقة جنوب غزة، وهي تعتقد إسرائيل أن قادة حماس وأن الرهائن موجودون في خان يونس، ولذلك تعتمد الآن على استراتيجية الحصار وفتح الثغرات في خان يونس وأرض المحروقة وتقسيم غزة إلى مربعات سكنية، أكثر من 2400 مربع سكني، ثم تقوم ب يعني تحذير المواطنين لإخلائه، وبعده يتم هدمه تماما كل ما فوق الأرض وتنتقل. وبالتالي هناك الآن، هل ده منطقي أصلا تقسيم تقسيم البلوكات دي زي ما حضرتك قلت؟ هل ده منطقي أصلا؟ هي منطقة صغيرة جدا ومكتظة جدا بالسكان، خاصة بعد نزوح حوالي 1 مليون مواطن من الشمال. طبعا إسرائيل بتفعل يعني بدون أي ضوابط ودون أي حدود لأي شيء، يعني لا قواعد حرب ولا قواعد قانون ولا قواعد إنسانية. وبالتالي عندما نتكلم، هي تريد تجزئة قطاع غزة، هي لا تستطيع الدخول بشكل مباشر إلى كل القطاع. هي تدرك جيدا أن أي توغل بري سيكلفها الكثير. هي بتعتمد على فكرة الأرض المحروقة، ما يسمى الحزمة الحرارية، هدم البيوت على ساكنيها. لو شكت فقط أن مجرد عنصر موجود مسلح في أحد المربعات السكنية أو في أحد العمارات تقوم بهدم ودك هذا الحي بكامله بما فيه المدنيين. يعني أمس كان هناك تصريح غريب لمستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي في CNN الأمريكية يقول مقابل حماس ماذا، ليس هناك مشكلة إذا قتل مدنيين فلسطينيين، وكان يعني الدم الفلسطيني هذا يعني ليس له أي قيمة وأي اعتبار. وبالتالي إسرائيل طبعا تدوس على كل القواعد، على كل القانون. هي الآن تحاول التركيز على فكرة الوسط وجنوب القطاع، محاولة تحقيق أي انتصار، هي تحاول تصل لقادة حماس، يعني اغتيال قادة على الأقل. وبالتالي هي في مشكلة الآن مع مرور الوقت. لكن أنا في اعتقادي أن يعني كما كان في تجربة الشمال قبل الهدنة فشلت في تحرير الرهائن أو في القضاء على المقاومة، لأن كذا أعتقد ستواجه الفشل أيضا في الجنوب. لماذا؟ لأن إسرائيل بطبعتها هي تعتمد قوتها الأساسية على فكرة الأرض المحروقة، القصف الجوي والصواريخ برا وبحرا، لكن ليس لديها خبرة في التوغل البري. التوغل البري يعني احتكاك مباشر المقاومة أحيانا الفلسطينية مسافة صفر، يعني أحدثت خسائر أكثر من 400 جندي إسرائيل حتى الآن يعني قبل الهدنة. وبالتالي هم أي جندي يسقط أو أي سقوط خسائر بيكلف بشكل ضغط هذه الحكومة والتماع بالفشل. ولذلك الآن تقوم على فكرة الهدم وفكرة دفع الفلسطينيين نحو يعني غرب يونس ونحو محافظة رفح. صحيح. طيب يعني القادة العسكريين عندهم نظرية دايما بيقولوها أن من السهل جدا أن تبدأ حرب ولكن من الصعب جدا أن تنهيها. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت أفغانستان وقعدت فيها فوق 20 سنة ولم تستطع القضاء على حركة طالبان، غرست قدماها
في وحلة وفي مستنقع لم تستطع أن تخرج منه على الإطلاق. إلى أي مدى يمكن أن يتطبق هذا الأمر مع قطاع غزة؟ يعني بالطبع بينطبق بشكل 100%. لماذا؟ أولا إسرائيل دولة احتلال، وطالما هناك احتلال لابد أن يكون هناك مقاومة، وهذه مقاومة مشروعة بالقانون، لا يمكن أبدا لسياسة القوة أن تقضي على المقاومة، ده هذا تجربة التاريخ. الأمر الثاني حروب المدن حروب مفتوحة حروب طويلة، يعني من الصعب لأن غزة هناك طبعا تحت الأرض أنفاق كثيرة في كثير من غزة، هناك تحصن فيها، وإسرائيل خبرتها كل حروبها حروب خاطفة، حروب جوية، قصف، احتزاز ضربات خاطفة، سياسة الأرض المحروقة، الحزمة النارية، لكن الحروب البرية الطويلة إسرائيل لم تختبر وغير قادرة عليه. لماذا؟ أولا هناك تكلفة بشرية عالية، يعني معظم من يقاتلون في الجيش الإسرائيلي الآن جزء كبير منهم من الاحتياط، هم لم يعني يختبروا من يعني كانوا ومن موظفين طبعا. وموظفين يعني لا يختبروا، وبالتالي القوى العاملة عدد قليل، وبالتالي أما في المقاومة الفلسطينية لديها هدفين النصر أو الشهادة، ولديه القدرة على يعني هو يستشهد من سبيل القضية، وبالتالي الحروب البرية لإسرائيل ستكون صعبة جدا ومكلفة. الأمر الثاني التكلفة الاقتصادية، تكلفة عالية جدا. الإسرائيل يعني تقريبا خسرت حتى 50 مليار دولار، يتخسر بمعدل يوميا ربع مليار دولار، طبعا الخسائر المباشرة من الأسلحة وكذا، هناك خسائر في السياحة في الاقتصاد في الاستثمارات. إسرائيل الآن دولة معسكرة تماما، وبالتالي التكلفة أيضا بتكلف إسرائيل. صحيح أن أمريكا تمول إسرائيل عسكريا، لكن هناك حدود لهذا التمويل، إلى أي مدى ستستمر؟ وبالتالي كلما طال الوقت وفشلت إسرائيل كلما زادت التكلفة. وأنا في توقعي أن إسرائيل ستفشل في تحقيق هدفها، لأن أولا من ناحية أخلاقية وعدلية الفلسطينيين هم معهم معاق الحق وهم العدالة والشرعية، حتى لو تم اغتيال قيادات أو القضاء على فصائل ستظهر مقاومة مرة أخرى، هذه ليست المدخل لتحقيق الأمن الإسرائيلي، هو يسير في الاتجاه الخطأ. الاتجاه الصح كما دائما تقول مصر أن الذي سيحقق الأمن الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي ويضمن تعايش طبيعي في المنطقة وازدهار هو السلام العادل والشام. اعطى الفلسطينيين حكومة المشروع دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية حدود 67، هذا الذي يحقق الأمن والاستدامة في الاستقرار. أما عن سياسة الأمر الواقع حتى لو انتصر جولة في النهاية ستستمر دوامة الصراع. خمس جولات لم يتعلم الإسرائيليين أو الأمريكان الدرس من هذا الأمر. ماذا يعني إسرائيل لمن؟ ماذا بعد أن تقتل يعني الآن 16,000 أكثر من 16,000 شهيد فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، مشاهد لم نراها حتى منذ الحرب العالمية الثانية أو حتى في الحرب العالمية الثانية، مشاهد دامية يعني حتى بقى تحرك الضمير، حتى يعني أي إنسان عاقل وسوي لابد أن يتأثر. 50,000 مصاب، نصف مباني غزة تم تهدمها، منع الكهرباء والدواء والغذاء، أي شرف وأي انتصار عسكري يمكن أن يكون على جثث الأطفال الصغار. وبالتالي إسرائيل خسرت استراتيجيا، خسرت أخلاقيا، خسرت إعلاميا، أصبحت دولة منبوذة كانت تقدم سردية للعالم في العقود الماضية أنها الدولة المتحضرة المتقدمة واستغابة من ال يعني من ال من ال يعني من الأشرار كما تقول. الآن العالم يشاهد بالصوت والصورة صحيح. ماذا يحدث للأطفال الصغار الأطفال الخجل، وبالتالي هنا بدأت إسرائيل فعلا هي الخسر. حتى لو حققت بعض الانتصارات العسكرية، حتى لو دمرت غزة، حتى لو قتلت يعني عشرات الألاف، في النهاية هي الخسر. أولا لن تقضي على المقاومة الفلسطينية لأن الشعب الفلسطيني لديه حقوق مشروعة، طالما استمر الاحتلال ستستمر المقاومة. وبالتالي هنا دائما هي الفكرة المقاربة المصرية، هل المقاربة العسكرية وسياسة الأمر الواقع ويعني وتدمير غزة ويعني إشعال الحراك في الضفة ويعني أكثر من 300 شهيد فلسطين في الضفة حتى لمسة من أكتوبر واعتقالات وهدم البيوت وتجريفها يعني وتدمير بنية أساسية، هل هذا سيحقق الأمن الإسرائيلي؟ المشكلة الآن أن هناك حكومة متطرفة في إسرائيل هي تقود المنطقة الهوية، هي حتى تقود إسرائيل إلى الجحيم، يعني هي لم تتعلم الدرس. كل دروس التاريخ تقول أن أي احتلال وأن حروب المدن والحروب البرية لا يمكن أن تقضي، في أفغانستان، في العراق، في كل تجارب التاريخ هم لم يتعلموا من الدرس. وبالتالي الآن هناك مقاربات مصرية، مقاربة عربية، فكرة الحل الشامل، يعني إزالة هذا الصراع من جذور. يعني آن الأوان كما قال الرئيس السيسي 27,000 فلسطيني دفعوا شهيد من على مجدار الجولات الصراع الماضية حتى الآن. وبالتالي هذه الحكومة المتطرفة وكان متوقع لها منذ تولد في نوفمبر الماضي السلطة في إسرائيل سموتريتش وبن غفير، وهذا الخطاب الاستئصالي والخطاب العنصري ولا يوجد ما يسمى الشعب الفلسطيني. نتنياهو حتى الأمس يتعهد أمام الكنيسة الإسرائيلية وأمام حزب أنه لن تكون دولة فلسطينية. طب لماذا يعني ما يعني يصر في السير في هذا الاتجاه؟ وبالتالي سنظل في هذه الدوامة من العنف والعنف المضاد، وسنظل يدفع ثمنه الأبرياء والمدنيين. وبالتالي هنا التحرك المصري، التحرك المصري ببساطة الدرس المستخلص من هذا الدمار وهذه التجربة وهذا الصراع وهذه المواجهة، فكرة معالج المرض وليس العرض. المرض ماذا؟ مرض إنهاء الاحتلال،
وقف العدوان على الشعب الفلسطيني واعطال فلسطين حكومه مشروعه افق التصفيه السياسيه، لانه طالما استمر الاحتلال، طالما استمر العدوان، طالما استمر غياب افق التصفيه، نظل في هذه الدوام وستدفع المنطقه كل الثمن. وايضا الجانب الامريكي الذي ينادي الحزل لاسرائيل، والخطاب الامريكي على فكره يعني احيانا الناس تتساءل لماذا اسرائيل تتحدى المجتمع الدولي وتقوم بهذه الجرائم ورغم هذه يعني غير اخلاقيه، لماذا؟ لان هناك اسرائيل لا يهمها فقط الا الجانب الامريكي، لا تعير اي اهتمام لاي اطراف اوروبيه ولا مجتمع دولي ولا قرارات الا الجانب الامريكي. الموقف الامريكي ملتبس، هو من ناحيه يقول انه مع اسرائيل ومع دافعها واستمرار العمليه العسكريه والقضاء على تحقيق الاهداف والقضاء على حماس وغيرها، ومن ناحيه اخرى يحاول يلطف الصوره بالحديث عن الجانب الانساني، الفكره ادخال المساعدات الانسانيه، حمايه المدنيين. يعني هو الان يتكلم عن اداره المعركه وليس استمراريه المعركه، هو مع اسرائيل. وايضا في الهدنه كان يمكن لامريكا، امريكا الطرف الوحيد القادر على الضغط لاسرائيل، لماذا؟ لانها التي تمول اسرائيل، تمول الحمله العسكريه وتدعمها سياسيا وتحميها قانونيا في مجلس الامن الدولي. والموقف الامريكي ايضا يقع خطا استراتيجي، الان نتكلم عن تطورات في المنطقه، هناك استهداف في امن البحر الاحمر، هناك يعني احتمالات توسع الحرب، وبالتالي هذه السياسه الاسرائيليه العدوانيه والحيازه الامريكي هو بيقود المنطقه الى الاشتعال، يعني بيعطي الفرصه لاطراف وتنظيمات لاستغلال هذه هذا الصراع وهذه المشاهد الدمويه لتحقيق افعال، وبالتالي ليس في مصلحه امريكا ولا في مصلحه اي طرف ان يتم هذا الاشعال. وبالتالي المنطق الامور يقول كما قالت الرؤيه المصريه ببساطه، يعني معضله واضحه على المستوى السياسي، لابد من حل هذا الصراع، طالما هذا الصراع موجود الشرق الاوسط لن ينعم بالاستقرار. النقطه الثانيه، القيادة المصرية أوضحت على الجانب السياسي رفض التهجير القسري، لأن التهجير القسري يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولذلك وضعته كخط أحمر، وهناك الآن توافق أوروبي وتوافق دولي مع الرؤية المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر. لا، ويعني الحقيقة فندم كمان فكرة الموضوع ليه أبعاد كثيرة، يعني حتى فكرة إن هجر الفلسطينيين أو لو خرجوا من أراضيهم يعني مش هتبقى بس لمصر، هي الفكرة ان هم هيبقى في لاجئين في كل الدول الأوروبية، واحنا شايفين اصلا ان هم بيعانوا يعني بالفعل من ايه، وهم يعني عندهم مشاكل داخلية بسبب فكرة وجود لاجئين كما يطلقوا يعني عندهم. بس سؤال حضرتك، يعني ممكن ناس كتير عندها نبات استفهام على فكرة انهيار الهدنة، لماذا انهارت الهدنة؟ الأسباب الحقيقية لانهيار هذه الهدنة، الأسباب اللي تحدثت عنها إسرائيل، فكرة المجندات وخروج المجندات وفكرة أيضا أنه خروج مطالبة بخروج أب الموجود لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا يعني لا يتوافق أصلا مع شروط الهدنة وشروط إطلاق إن كان سراح الرهائن أو حتى المحتجزين. فأسباب انهيار الهدنة يعني في الواقع الهدنة انهارت لعدة أسباب، من هذا السبب فكرة أن يعني إسرائيل تشترط أن تسلم حماس 10 رهائن إسرائيليين كل يوم لتمديد الهدنة اليوم. كان هناك مشكلات لوجستية متعلقة بالأسرى والرهائن، ليس كلهم لدى حماس، كان هناك العدد يعني إسرائيل حماس أراد أن تكمل العدد بجسامين يعني العسكريين الإسرائيليين الذين تم قصفهم في هذا الحرب بالقصف الإسرائيلي، ورفضت إسرائيل، يعني كان هناك تقديم، كانت تريد تقديم قائمة بأسماء 10 على الأقل لتمديد الهدنة يوم، لأن إسرائيل هي رضت هذه الهدنة لأسباب مصلحية ولكنها اضطرت لقبولها. وبالتالي لكن المشكلة أن هناك جانب متطرف، الجانب الحقيقي هو أن الجانب الإسرائيلي الهدنة ستمثل يعني كما يقول ستضره من ناحية سياسية وناحية عسكرية، يريد استمرار حالة الاستنفار، حل العسكري، يريد فكرة الاعتماد على فكرة القوة. إسرائيل الآن في مشاكل، هناك انقسامات داخلية، هناك الآن اتهامات متبادلة ما بين رئيس الوزراء وفشل السياسي، هناك الآن يعني مراجعات لما حدث في 7 أكتوبر والاعتراف بالفشل، وبالتالي في ظل هذا استمرار حالة الاستنفار العسكري والضرب العسكري والرهان على هذا الخيار سيجعل الجبهة الإسرائيلية على الأقل يعني متناحية الخلافات جانبا، وبالتالي هذا أحد الأسباب. الأمر الثاني هو الجانب المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مجلس الحرب، هناك رئيس الأركان ورئيس وزير الدفاع جالانت، وهم كانوا فكرة أن المفاوضات الهدنة ستعطي فرصة لحماس، وبالتالي لابد كما قال الاستمرار بالمفاوضات تحت القوة، وبالتالي هو يريد تحقيق إعادة بشكل شد فتكا وأكثر عنفا للضغط على الجانب الإسرائيلي. الأمر الثالث، كان هناك شرط أن حماس فيما يتعلق بالمدنيين الإسرائيليين الرهائن من النساء والأطفال، يعني هي معادلة 1 إلى 3 فلسطينيين من النساء والأطفال، لكن المتعلقة بالمجندات إسرائيل تقول هؤلاء نساء، لابد اطلاق سراحهم، اسرائيل حماس تقول انهم مجندات في الجيش الاسرائيلي، وبالتالي حماس ارادت ان يكون التبادل الاسرى في معادله مختلفه، فكره تبييض السجون الاسرائيليه كم يعني مقابل اطلاق كل هؤلاء الاكثر من 120
من الجنود الإسرائيليين وضباط يتم مقابل تبييض السجون، رفضت طبعا إسرائيل هذا الأمر وبالتالي عادت إلى القوة. لكن أنا في اعتقادي العامل الأساسي في رهان في انهيار الهدنة هو الموقف الأمريكي. لماذا؟ لأن في قبل الهدنة جاء الوزير بلينكن حضر مجلس الحرب الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر وقال فقط كل ما طلبه يعني عدم تكرار أو تجنب ما حدث في شمال غزة في الجنوب وحماية المدنيين. يعني فكرة هو وافق وأعطى الضوء على استئناف الهدنة، لأن أمريكا لو كانت تريد أن تضغط على إسرائيل لقبول الهدنة واستمرارها لكانت فعلت هذا. وبالتالي هو هذا جزء من الإشكالية الموقف الأمريكي الضبابي المتناقض الإزدواجية في المواقف في التصريحات. وبالتالي إسرائيل الآن تراهن حل العسكري. طب هو السؤال، هل ستنجح إسرائيل في تحرير الرهائن الجنود العسكريين؟ أنا في اعتقادي ستكون مشكلة. وبالتالي الجانب الإسرائيلي الداخلي سيشكل ضغط، لأنه إذا كنت قادر على يعني تحريرهم من خلال الهدن والدبلوماسية صحيح. والحوار، لماذا تلجأ الجانب العسكري الذي ثبت فشله؟ وبالتالي هذا سيشكل إشكالية كبيرة لهذه الحكومة. وبالتالي كلما استمر الوقت ولم تحقق كلما كان إسرائيل بتخسر سياسيا وعسكريا. حديثنا مستمر مع حضرتك يا فندم، لكن هنروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر، موجود معانا من مطار العريش، واللي نعرف منه آخر مستجدات الأوضاع هناك واستقبال أيضا المساعدات الإنسانية المرسلة لأهالينا في قطاع غزة. كريم صباح الخير عليك. صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا أنا قدام مطار العريش الدولي، وخليني أقول لكم تحديدا هنا أمام بوابة المطار في عدد كبير جدا من الشاحنات المحملة بالفعل بالمساعدات المختلفة، من مستلزمات طبية، من مواد غذائية، من يعني حاجات معيشية خاصة بمجابهة فصل الشتاء سيتم تقديمها للأشقاء في فلسطين. بنتكلم عن هنا من أمام مطار العريش الدولي وصول أكثر من 120 طيارة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، واستقبال مطار العريش الدولي من 29 دولة مختلفة للمساعدات وكمان 14 منظمة. الحقيقة كل دي مساعدات كانت بتوصل لمطار العريش الدولي وبيتم نقلها عن طريق الهلال الأحمر المصري، يتم تخزينها في المخازن وتحرك بعد كده المعبر رفح المصري عشان تدخل للناحية الثانية الأشقاء في فلسطين. يمكن الشاحنات دي هنا بتصطف يوميا بالعشرات وقد تصل في بعض الأحيان للمئات، مصطفة على يعني يمين وشمال الطريق. الحقيقة مش بس كده ان هي بتيجي من المحافظات المختلفة، ولكن كمان اللي بيتم تحملها من داخل مطار العريش الدولي عن طريق الطيارات. كمان النهارده المفروض ان احنا يعني بصدد خلال يعني الدقائق القادمه بانتظار طيارتين من ايطاليا، الطيارتين دول هيكون محملين بمستلزمات طبيه ومعدات ايضا خاصه بالاستخدامات للمستشفى الميداني، عشان هيتم فحص اذا امكانيه يعني اقامه مستشفى ميداني بالفعل في قطاع غزه. ده بالتزامن كمان مع وصول سفينة أو باخرة لميناء العريش الدولي، ده برضو علشان دي برضو جاية من إيطاليا الحقيقة، برضو هيكون فيها جزء من المستلزمات الطبية اللي هيتم تقديمها للأشقاء في فلسطين. ولكن كمان النهاردة من أهم يعني الحاجات اللي هتحصل يعني في تقريبا ما بين 11 والساعة 12 هيكون في استقبال كمان لمديرة هيئة المعونة الأمريكية US Aid سامانثا باور، هتكون موجودة وفد مرافق ليها عشان تتفقد المعونات المختلفة والمساعدات اللي هتكون موجودة في مطار العريش. وبعد كده هتتحرك على معبر رفح وهيكون في مؤتمر صحفي هتكلم فيه عن حجم المساعدات بشكل عام وكمان المجهودات المختلفة اللي بتقوم بيها معظم دول العالم وتحديدا الهيئة لإيصال المساعدات المختلفة وعن طريق الأنورا للأشقاء في فلسطين. في انتظار طبعا أكيد وصول مدير هيئة المعونات الأمريكية وكمان الطيارتين الإيطالية. لكن ده كمان ما يمنعش انه ما زال امام معبر رفح المصري عدد كبير جدا من الشاحنات بيتوافد عشان الدخول. امبارح دخل 50 شاحنة من المساعدات، دخلوا الحقيقة لمعبر رفح المصري، وصلوا لي الناحية الأخرى لتفتيشها من قوات الاحتلال. كان في بالفعل شاحنات متكدسة هناك، قوات الاحتلال دايما بتعرقل دخول هذه الشاحنات، فالمفترض حسب الشاحنات اللي كانت موجودة هناك والشاحنات اللي دخلت امبارح أكثر من 70 شاحنة دخلوا امبارح لقطاع غزة، ولكن لسه لم يتم الإعلان إذا كان راحوا الجنوب أو الشمال أو الأماكن اللي هيتم توزيعهم فيها. كمان امبارح خرج الحقيقة 26 مصاب من الأشقاء في فلسطين وتم عشان يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة، وخروج كمان أكثر من 600 من مزدوج الجنوب
الجنسية عبر بوابة معبر رفح المصرية. ده ما زال الحقيقة لسه مستمر لحد صباح اليوم، وكمان الشاحنات منتظرة دورها عشان تدخل، وسيارات الإسعاف كمان واقفة قدام معبر رفح المصري. لكن الصورة الحقيقة اللي ورايا دلوقتي هي بتتكلم عن استمرار دايما وجود المساعدات المختلفة، وتحديدا المصرية اللي بتم تصطف هنا أمام مطار العريش عشان تجتمع مع كمان المساعدات اللي بتيجي من المطار من الطيارات، ويتحركوا مع بعض على معبر رفح المصري. والآن عودة ليكم مرة ثانية. شكرا ليك كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من مطار العريش. ويمكن كريم اتكلم عن عالمية الأزمة، إيطاليا وأمريكا وخلافه. أنا سؤالي النهاردة بيتكلم عن انقسام العالم حوالين أزمة قطاع غزة. الغرب يؤيد بشدة الجانب الإسرائيلي، والشرق يؤيد بشدة الجانب الفلسطيني. ما كناش بنشوف ده يا دكتور أحمد، ما كناش بنشوف ان يعني بكين مثلا دعت المجتمع الدولي لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، كوريا الشمالية تحدثت عن قطاع غزة، روسيا تقف بجوار الفلسطينيين. لأي مدى يمكن ان يؤثر هذا المشهد على تصعيد الامور ايضا ما بين معسكر الشرق ومعسكر الغرب؟ طبعا احنا بنعيش حاله استقطاب في النظام الدولي غير مسبوقه ما بين معسكرين، معسكر غرب تقوده امريكا ومعسكر يعني في الناحيه الاخرى من ناحيه روسيا والصين. وهذا الاستقطاب طبعا انعكس على الازمات العالميه زي الازمه الاوكرانيه، زي ما شفنا في ازمات حتى في افريقيا، وايضا منها الازمه في قطاع الحرب في قطاع غزه. لكن دعنا نقول صراحه نفكك الموقف الغربي. موقف الغربي بدايه سواء رسمي او شعبي بعد 7 من اكتوبر كان متضامن بشكل كامل مع الجانب الاسرائيلي، يعني قدم له روايات يعني غير حقيقيه ان هناك ارهاب دواعش يقطعون رؤوس الاطفال ويغتصبون النساء وهكذا، وبالتالي هناك تبني دفاع كامل في دعم اسرائيل، وهذا ما اعطاه الضوء الاخضر للمضي قدما في هذه سياسه التدمير الكامل والحصار التام ويعني الحرق، سياسه الحرق الارض المحروقه. لكن حقيقه الجانب المصري هنا والجانب العربي يعني قبل هذا، مصر منذ قمة القرار للسلام استطاعت أن تسير في أمرين. الأول أن تغير الصورة الغربية أن ما يحدث في غزة ليس دفاعا عن النفس، وإنما جريمة عقاب جماعي، وإنما تتاكل القانون الدولي الإنساني، وبدأ لعب الدور في هذا. وبالتالي بدأنا وأدى الإعلام المصري نقل الصورة الحقيقية في ظل تعامل إعلام الغرب، وبالتالي بدأت الموقف الغربي يتغير تدريجيا، الموقف الشعبي تغير، رأينا المظاهرات العارمة في كل أنحاء العالم بما فيها لندن، باريس، واشنطن، في ميدان الحرية وغيرها. المواقف الرسمية بدأت تتراجع عن دعمها لإسرائيل، بدأت إن كان التغير فقط في الجانب الإنساني تتحدث عن حماية المدنيين، إدخال المساعدات الإنسانية، لكنها لم تترجم ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي لوقف عدواني على الشعب الفلسطيني. ما زالت المواقف الرسمية الغربية متضامنة. الأمر الثاني، الأمر الثاني، الدبلوماسية المصرية تحركت ما يسمى بناء تيار الاعتدال، يعني تيار الذي يوازن هذا التيار الغربي المندفع لإسرائيل، يعني القمة العربية الإسلامية ومخرجاتها، قمة القرار للسلام، هذا التيار الدولي يمثل الدول العربية والدول النامية ومعظم دول العالم حقيقة، وطبعا إضافة للصين وروسيا التي اتخذت مواقف متوازنة ومنحازة مع القضية الفلسطينية. رأينا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي وقف إطلاق نار بموافقة 120 دولة، وبالتالي هنا بدأ نوع من الخلخلة في الموقف الغربي، الموقف الرسمي. من جاءوا من الغرب إلى مصر وكانت قرار مركز يعني القرار، وجاء الرئيس ماكرون والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني، كانت الصورة المصرية واضحة بأن على ثلاث مسارات: المسار الإنساني أن هناك معاناة يجب إدخال المساعدات الإنسانية في ظل تعنت إسرائيلي، المسار السياسي تأكيد على رفض مخطط التهجير القسري خط أحمر أنه يصف القضية الفلسطينية، وارتباطا بالعمل بالفعل على حل الدولتين باعتبار هذا الحل الشامل للقضية الفلسطينية، إضافة طبعا المسار الأمني هو عدم توسع الصراع في المنطقة. ولذلك تحركت الدبلوماسية المصرية على هذه المسارات مع الجانب الغرب واشتبكت معه وغيرت مقاييسنا المواقف، ومع الآخر بناء طيار ما يسمى جبهة معتدلة عربية عالمية دولية لموازنة هذا التيار الغرب. ولذلك بدأت الموقف تتغير، لأن السياسة الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لإسرائيل والموقف الغربية بدأت تكلف هلاء استراتيجيا، لأن هذا بيعطي فرصة أيضا للمنافسين الخصوم روسيا والصين، الشرق الدول العربية والمنطقة تتجه شرقا أكثر، وبالتالي بدأت التوازنات في النظام الدولي. لكن تظل الإشكالية حتى الآن هو الموقف الأمريكي، هناك اعتبارات انتخابية، يعني في خسارة للمعسكر الغربي من يعني المواقف الرسمية العربية من هذا الأمر واتجاهها نحو معسكر الشرق بشكل أكبر. بالطبع خسارة، أولا خسارة سياسية وخسارة أخلاقية. صحيح. لماذا؟ لأن صحيح. الجانب الأوروبي هناك أزمة الآن في الضمير الأوروبي، يعني صحيح. أوروبا يعني حاملة شعلة التنوير والقيم الإنسانية والحقوق الإنسان، كل هذا طبعا هناك أزمة ما بين تعقيدهم لإسرائيل وصمتهم عن المجازر اليوميه للشعب الفلسطيني، اين هو النخبه والضمير الاوروبي الذي كان يرفع شعارات الحقوق الانسان والحريه؟ وبالتالي هذه ازمه اخلاقيه، ولذلك بدانا نجد مظاهرات ضخمه، النخبه في الغرب المفكرين بداوا ينقلبوا على هذا الامر، السياسيين يحكموا مع اعتبارات المؤامات، هناك ارضاء للوبي اليهودي، هناك اعتبارات الجانب الامريكي، هناك اعتبارات. لكن انا في اعتقادي بشكل عام
الجانب الامريكي سيخسر استراتيجيا من وراء هذه السياسه الاسرائيليه. اولا الرئيس بايدن ربما سيؤثر سلبا عليه هذه الانحياز لاسرائيل في الانتخابات الرئاسيه، راينا انخفاض شعبيته، راينا هناك معارضه، هناك 3.5 مليون مسلم قالوا لا سنفض ايدينا عن بايدن في ولايات مهمه زي ميتشيغان، وبالتالي قد تؤثر سلبا. الأهم أيضا استراتيجيا أمريكا ربما مصالحها ستتضرر في المنطقة، علاقتها بدول المنطقة ستتضرر، لأن أمريكا مصلحتها الاستقرار وتهدئة هذا الصراع، لكن الانحياز واستمرار الصراع سيضر المصالح الأمريكية، سيعطي فرصة أيضا للقوى الكبرى أيضا المتنافسة في الشرق الأوسط. الجانب الأوروبي مشكلة الجانب الأوروبي أنه لا حول له ولا قوة، يعني هو فقط في الجانب الإنساني لا يملك قرار ولا ضغط على الجانب الإسرائيلي، وهو يسير في يعني في الركب الأمريكي، كل فقط اللي حصل هو تجميل الصورة وتلطيفها من خلال الجانب الإنساني والحديث عن المدنيين، لكن في كل الأحوال إسرائيل والغرب وأمريكا ستكون خاسرة استراتيجيا أخلاقيا إعلاميا على كل المستويات من هذه الحرب، حتى وإن يعني قادت يعني على جثث الشهداء الفلسطينيين من النساء والأطفال. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، بنشكرك يا فندم. شكرا جزيلا يا دكتور، وخلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. انطلق من يومين فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية في سينما الهنيجر، وهي فعالية بتيجي في وقت الحقيقة هام جدا بيحتاج من كل واحد أنه يدعم القضية الفلسطينية وينشرها بجميع الأدوات المتاحة أو بكل اللي يقدر عليه حسب أدواته. يعني من أهم الجوانب الإيجابية يمكن للأزمة، بخلاف يعني أن أولادنا وأطفالنا عرفوا أكتر عن قضية فلسطين، هو أن إحنا بقينا نعرف أو بقى عندنا شغف لمعرفة كل ما هو فلسطيني، وبقينا النهاردة نسلط الضوء على ما يعرف بالسينما الفلسطينية اللي يمكن ما نعرفش كثير عن مخرجيها وعن نجومها وعن أبطالها وعن كتابها. خلينا نعرف إيه هو أسبوع السينما الفلسطينية اللي بيعقد في القاهرة بصحبتنا شاهيندة محمد المشرفة على النشاط السينمائي في صندوق التنمية الثقافية. اتكلمنا عبر الهاتف على هذا الموضوع. أهلا بك يا أستاذ شاهيندة. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، وخلينا يعني عندنا برضو شغف احنا زينا زي ناس كتير من المصريين ان احنا نعرف ايه السينما الفلسطينيه وايه هو اسبوع السينما الفلسطينيه، ايه ابرز فعالياته وايه ابرز افلامه، هيقدم ايه ومين من الجمهور يعني متاح له ان هو يقدر يحضر. الاول السينما الفلسطينيه هي سينما متنوعه جدا الحقيقه، فعالياته مفتوحه في صندوق التنميه يوميا من الساعه 6، بدأت من يوم 3 هتنتهي يوم 8. عرضنا اليوم الأولاني فيلم وثائقي طويل كان اسمه من تحت الركام. الفيلم الثاني كان امبارح شيرين أبو عقلة. النهاردة هنعرض العنصرية، وبعدين هنعرض غزة منامور، وبعدين هنعرض فيلم تحريك اسمه ذا تاور. الحقيقة أن الأفلام بتختلف، أنا يعني قررت أن أنا لازم أخلي فيه تنوع، بس الفئة الأغلبية تبقى للفيلم الدراما الوثائقية، لأن زي ما حضرتك عارف الوثائقي هو اللي بيعبر وبيوثق الحقيقة عند الأفراد أو عند الشعب ده. فإحنا الحقيقة الوقت ده لازم نبقى طبعا مش منفصلين عنهم، فالدراما الوثائقية هي أكتر حاجة كانت قريبة، بس عشان نكسر الملل ونخلي الناس تبقى مش طول الوقت قاعدة في نوع معين دراما معين، دخلنا الروائي والتحريك. الفعاليات بتبقى موجودة، لو أي حد عايز يحضر بتبقى موجودة على صفحة المركز القومي للسينما وعلى صفحة صندوق التنمية الثقافية. بنحضر الفيلم، وبعد الفيلم بيبقى فيه ندوات. الحقيقة برضو إن احنا حرصنا إن يكون الندوات فيها نقاط سينمائيين وكبار السينمائيين، لأن احنا طول الوقت عايزين نقول إن السينما هي السلاح والقوة الناعمة اللي بنعرف نعبر زي ما حضرتك قلت وننقل إيه هي الهوية الفلسطينية وإيه هي القضية الفلسطينية عن طريق السينما، وإزاي هنفضل مستمرين نقول ده بطريقة تخلينا نجتمع في الهم الحقيقي اللي كلنا مش هنقدر ننفصل عنه الفترة دي. طيب خلينا يعني خلينا نعرف من حضرتك برضو
هل هيكون في ندوات مصاحبه للعروض دي؟ ولو هنتكلم كمان عن جدول العروض واللي حابب يعرف بالظبط جدول العروض وايام العرض او ايام العروض ايه يا فندم يعرفها منين؟ جدول العروض على الصفحه الرسميه للمركز القومي للسينما وعلى الصفحه الرسميه لصندوق التنميه الثقافيه. ده جدول العروض. احنا النهارده هنبتدي اليوم الثالث، هو هنعرض فيلم العنصريه اخراج فايق جراده، هو وثائقي مدته 25 دقيقه، وبعدين هيبقى عندنا النقد. ده الساعه كام يا فندم؟ الساعه كل العروض بتبتدي 6 بالظبط. ويدير الندوه النهارده عندنا الاستاذ اسامه عبد الفتاح مع المخرج استاذ فايق جراده. الاربع هيبقى عندنا فيلم اسمه كريم حرم، ده فيلم وثائقي طويل مدته 60 دقيقه، بيدير الندوة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي مع مدير التصوير سعيد الشيمي. يوم الخميس هيبقى عندنا فيلم غزة منامور، ده روائي طويل مدته 60 دقيقة، هتدير الندوة الناقدة شندة محمد علي مع المخرجة هالة جلال. اليوم السادس والأخير هو فيلم البرج، ذا تاور، ده تحريك 75 دقيقة، وبيدير الندوة أستاذ أحمد سعد الدين مع فنان الرسوم المتحركة دكتور معتز الشحري. طب انا يعني عندي اهتمام وشغف بالسينما الروائيه الفلسطينيه، غزه منامور. زي ما حضرتك قلتي ده غزه منامور يمكن هو الفيلم اللي هيعرض في اسبوع السينما الفلسطينيه، ولكن ما خلف ذلك؟ مين هم ابرز الابطال؟ الانتاج بيتم ازاي داخل يعني دوله تحت الاحتلال؟ الحقيقه حضرتك حطيت ايدك على كل ما هو اثار خلال النهارده وامبارح من كل الحضور ده، كل الناس اشادت بيه. احنا اتفرجنا على فيلمين كل عناصرهم مكتملين بلا استثناء، وكلنا استغربنا انه ازاي الناس دي معدتها، ويعني ازاي هي تقدر تحقق فيلم 60 دقيقه او 85 دقيقه وكل جماليات الصوره موجوده وكل الجماليات والقصه الانسانيه موجوده بمعدات قليله. ده حقيقي هو اللي شغل الناس، الناس قد ايه عرفت انه مش لازم يبقى عندي امكانيات عشان اقدر اعمل سينما، على قد ما انا لازم اكون ابقى فاهم انا بعمل ايه او بقدم ده ازاي. والحقيقه كان انسان جدا ومعبر جدا، ويمكن الناقد يعني عصام زكريا اشاد جدا بانه الفيلم ده هو فيلم فعلا امكانياته قليله، لكن كل جمالياته هي اكتر بتعبر عن ده. هما بيستخدموا اكتر في شخوصهم شخوص حقيقيه، وبيبتدوا يروحوا للرموز. يعني النهارده كان امبارح كان عندنا عفوا شيرين ابو عقله، راحوا لها الرمز ده. هنلاقي كريم حرن ده كان برضو اسير فلسطيني، هما الاكتر بيركزوا على ازاي بيعيشوا في المخيمات وازاي جانب المقاومه عندهم موجود. هما دايما بينقلوا ده، ازاي الاسره الفلسطينيه ما بتتاثرش بوجود الاحتلال، ازاي بيدونا امل وازاي بيدونا ثقه في ان احنا نقدر نتعايش تحت اي ضغط. هم دايما بياكدوا ده في افلامهم. طبعا احنا يعني سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، والحقيقه يمكن هذه مبادره هي مبادره مهمه قوي، لانه فكره انه نتعرف ونعرض الثقافة الفلسطينية والفن الفلسطيني بكل تأكيد هو شيء مهم جدا، ويعني بيساعد في أنه ناس أكتر تتعرف على هذا الجانب المهم من جانب أشقائنا الفلسطينيين والهوية الفلسطينية. بنشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذة شهندة محمد المشرفة على النشاط السينمائي في صندوق التنمية الثقافية. شكرا لك يا فندم، وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة. بكرة إن شاء الله نشوفكم في نفس الميعاد، نصبح عليكم مرة تانية. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.